مساء الفل والجمال لكل مشاهدي ستات ما عرفوش يكذبوا. تحياتنا لحضراتكم واهلا وسهلا بيكم وحلقه على الهواء مباشره من الستات اللي ما بيعرفوش يكذبوا. احنا موجودين معاكم منى وسهير وسهير ومنى وصباح الفل. صباح الخير. اتفضلي يا استاذ سهير. اتفضلي يا استاذ سهير. صباح الفل والصحه والجمال والستر وكل الحاجات الحلوه لكل مشاهدي سي بي سي في كل مكان. مشاهدي ستات ما يعرفوش يكذبوا واحلى صباح واحلى مساء احلى مفيده واحلى منى. مساء الخير عليكم يا بنات. مساء الخير. انا استوقفني الستات ما بيعرفوش يكذبوا دول. ان شاء الله يعني يوم الاربعاء باذن الله ستات كلهم هيبقوا ما بيكذبوش ابدا. ليش معنى الاربعاء؟ اي اللي هي زي ما يطلع المشمش يعني. اولا يعني طب وفيها ايه؟ طب احنا ممكن ما نكونش بنعرف نكذب لان احنا مش قصدنا نكذب، احنا بنحلي الموضوع، احنا بنقول الحقيقه بشكل مختلف. على العموم احنا بقالنا 10 سنين بنقول نفس الكلام ده، بس احنا برضه بنحلف ان احنا والله العظيم ما بنعرفش نكذب الا لما تستدعي الامور يعني، او ما بنكذبش قد الرجاله يعني. أيوة. صح؟ أيوة. يعني هم ليهم مخارج كده اكتر. صح ولا لا؟ صح يا منى. صح. رجاله كذب الستات وردي. ايوه حلو ابيض كده يعني. كذب الرجاله بنفسك. لا البنفسج لون عظيم. بنفسك حزين. لا البنفسج لون. ايوه حلو انا بحبه بس هو حزين. بس لو كذبهم زي البنفسج يبقى كذبهم حلو. لا حزين. حزين ولا تعيس؟ في فرق يعني. بيتكشف صح. المهم خلينا نقول ان ما زلنا معاكم في موضوع التيك توك واخبار التيك توك واللي بيحصل على التيك توك. المهم احنا مش بنتكلم في الحادثه نفسها، لكن اداره الابلكيشن نفسه اللي مسؤوله عن التيك توك لقت ان هي في الاصل كانت عامله الابلكيشن دي علشان خاطر التين ايجرز، عشان ينبسطوا يعرضوا مواهبهم، يغنوا مع حاجات، يشوفوا افلام ويقلدوها، يعني كانت معموله في الترفيه. لكن مؤخرا اصبح التيك توك في بلاد كتير عنصر مشاكل للابلكيشن نفسها، لمصممين الابلكيشن نفسها. فقرروا يعملوا ايه؟ قرروا ان هم يعملوا محاذير جديده لنوعيه الافلام او لنوعيه الفيديوهات اللي هتتعمل من هنا ورايح على التيك توك. هو مفيش شك ان هو بيستهدف التين ايجرز او المراهقين اللي في السن اللي دايما بيستخدموه كتير وبشكل فج، ساعات في الفاظ ومشاهد خارجه عن الحياء والادب. فطبعا قوم ايه بقى حضرته قرر ان هو يحذف، يعمل قرار كده انه يحذف كل الفيديوهات العاريه والخدشه للحياء. لكن الموضوع ملوش معيار، يعني معياره عندنا خادش للحياء ممكن يكون في امريكا غير خادش للحياء، يكون تحرر، يكون حاجه متعودين على الشكل ده على الكلام ده. حتى لما بيعملوا سهير الكاميرا الخفيه ساعات بيعملوا حاجات خارجه جدا ويضحكوا، يعني بياخدوها بشكل ضحك. ان دي في ثقافتهم عادي، في ثقافتنا وتعدي، ثقافتنا مش عادي وما تعديش فكره. لكن في الاخر ان يبقى في استجابه لفكره الخروج عن الاداب بغض النظر عن ان معيارهم ممكن يبقى مختلف عن معيارنا، بس اكيد هيبقى في معيار. الخروج عن الاداب، التنمر، السب والقذف، الحاجات اللي هي السوشيال ميديا بتلقي لينا كل ما هو سيء وكل ما هو أسوأ، واحنا ما بناخدش الجانب الايجابي. لكن هي خلت كل الناس كانهم علماء وكل الناس كانهم بيفتوا، كل الناس كانهم بيعملوا اي حاجه، بيستبيحوا كل حاجه، في شراسه طول الوقت. فلما يكون هم بيعملوا فلتره للقصه دي حتى لو بمعاييرهم اكيد هيبقى افضل بكتير من ان الدنيا زي ما احنا بنقول كده مفتوحه سداح مداح. هي المعايير برضو مختلفه زي ما انا معمول يعني. المعايير بره ان انت تقفي قدام حاجه ترقصي او تعملي شو بطريقه معينه بلبس معين، بالنسبه لمعاييرهم ممكن ما بيكونش بنفس الخطوره. هنا جريمه، هنا جريمه. فهي برضو. وبعدين خلي بالكم بقى كمان ان ان التيك توك والانستجرام والفيسبوك ما هم الا بيز اساسي لموضوع ترند. كل واحد بيعمل المستحيل عشان يبقى ترند. الشباب بقى مخهم دلوقتي او اللي مش لاقيين شغل او اللي شايفين ان ده بيجيب مكاسب سريعه جدا او بيخليك نجم النجوم في النو تايم وتبتدوا تقلدوا بعض، هي فكره الترند. الترند ده ده مصيبه. انا شايفه في حياتنا ده جريمه بالزبط. كبرى يعني. انا لو انا لو لي الحق مثلا، لو انتوا سالتوني مثلا ايه انت دلوقتي هتبقي رئيسه مجلس اداره التيك توك والفيسبوك والانستجرام مع ان الثلاثه مختلفين، المهم يعني تعملي ايه؟ اول حاجه اعملها الغي ترند،
هلغي حاجه اسمها ترند. ليه؟ لان ده عامل مصايب، ده عامل مصايب. الولاد بيعملوا المستحيل عشان يبقوا ترند. اللي يشتم ابوه، اللي يصور حد وهو بيموت قطه ولا بيموت كلب، اللي بيرقص بموضوع خليعه، اللي بيعملوا الموبقات كلها ويصور نفسه. هوس الشهره، لا هوس الشهره خلى كل الناس عندها، او مش الناس، مش كل الناس طبعا، الناس اللي ما عندهاش قيم بالظبط، هوس الشهره ده زودهم جنين، يعني زودهم لا قيم لا حياء لا خصوصية لا مرجعية لا أي شيء. فدي مأساة كبرى، يعني الترند ده كشف عورات بعض الناس، والمشكلة ان احنا كل الناس بقى بيستقبلوا هذه العورات. فيعني يا ريت يبقى معيارهم وهم بيعملوا الحاجات دي يقيسوا على معيار الشرق الاوسط والدول العربية برضو، ايه اللي يضايقهم وايه اللي يسوقهم، ويعملوا حاجة موحدة، لان كل الاديان تحض على القيم والحاجات الكويسه. وحتى لو كانش المعيار هو الحياء وخدش الحياء، ممكن يكون معيار انساني زي ما تقول، مفيده بيعذبوا قطه يعني. اعتقد حقوق الانسان ما بتسكتش على الحاجات دي. فاتمنى فعلا يعملوا حساب ان في دول اسلاميه كتير جدا، في دول متحفزه كتير جدا، وفي ناس متحفزه في امريكا وكندا على فكره، وفي اسر مصريين عايشين بره بتحفز. بغض النظر يعني انا معاكي، هم مش موضوع التحفظ بقدر التحفظ، عندهم تحفظ. ما هم مش كلهم زي ما احنا متخيلين. لا لا، ما هماش يعني نجوم السينما اللي احنا بنشوفها. انا مش بس بنتكلم على الترند في اللي بيعمل، يعني في ترندات غريبه جديده، اللي بيرمي نفسه مش عارفه من فين، اللي بيولد الراجل اللي بيحزم نفسه ويرقص مع احترامي، ان يعني في حاجات غريبه كده. عارفين انتوا عارفين احنا بنتكلم على ايه. المهم ده اداره التيك توك قررت ان هي تعمل مجموعه محاذير هنشوفها تباعا وهتظهر معانا وهنعرف ايه هي. لكن من ضمن الاخبار اللي لا هو حلو ولا هو وحش، ولا احنا نقدر نقول ان احنا ما بنعملوش، ولا نقدر نقول ان احنا بنعمله طول الوقت، لكن اكيد 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 اللي هو مستحيل ما نكونش زوغنا قبل كده من الشغل كلنا على فكره، فمحدش يدعي المثاليه. لكن الحظ اللي مش حلو بقى انك تكون زوغت ورحت تحضر ماتش كوره زي نينا كده، وايه نينا عندها ثقافة التزويغ، يعني هي مدمنة، يعني دي القصة دي هواية ومتعة وعمل بتعمله طول الوقت، أكتر ما بتشتغل هي بتزوغ. ولكن يشاء بقى اللي هي في الماتش في بتاع إنجلترا تحمست جدا لما جه الجون، فالمخرج وعملت رد فعل لافت للنظر، فالمخرج ما فوتش اللقطة دي، فجاب عليها يا منى وهي بتعمل الرياكشن ده، فالمدير قاعد يتفرج فشاف نينا في المدرجات. هي نينا بتقول بعد الهدف اللي جابه هاري كينج عشان يأهل انجلترا للصعود، كان بيلعب بريطانيا مع الدنمارك، فمن حظها اللي مش حلو ان مديرها قاعد بيتفرج. هي بتقول يعني طبعا ده هدف يعني، او معلش ده هدف وطني يعتبر، انا رايحه اتفرج. لا طبعا لو كل واحد بهدف وطني هيطلع من شغله كل الناس هتزوغ. لا ده العذر اللي يعشق التزويغ هيبقى بيزوغ على طول حتى لو ما عندوش سبب مهم. لا بس ثانية، فكره واحد. كمان مديرها مزوغ لانه قاعد بيتفرج من البيت، يعني المدير قاعد يتفرج. لا ما هو قاعد في الشغل وشغل التلفزيون. وهم على فكرة انجلترا واخدين غالبا كلهم اجازات النهاردة عشان ماتش تاريخ النهاردة. بس ثانية واحدة، خلينا نظلم، بس مش مزوغين واخدين اجازات. لو احنا في مكانها، وده بيحصل كتير، ان احنا ممكن نكون بنزوغ عشان خاطر نحضر ماتش، نروح حفلة عيد ميلاد حد، في عشاء، بيحصل مش هندعي ان احنا ملايكة. لكن لو هو ماتش وانا المدير وجد اللي بتشتغل وقفشتها وهرفدها عشان حضرت ماتش، لا عشان لا. هو يعني في تعليق لطيف بيقول لك يعني مديرك بيتفرج من البيت وانت تروحي في المدرجات تستمتعي. هو غيران. طب هي جت لها تيكتس. التعليقات بتقول لك ان هو الست جت لها تيكتس، انت زعلان من ايه؟ يعني انا ممكن اخصم لها، لكن لا، هو العقاب صعب جدا، هي ممكن خصم يعني. ايقاف عن العمل. اترفض برضه يعني، اترفض ده انا عملت مصيبه يعني برضه. قيم الرفض تاريخها كله ممكن تزويغ. يعني واضح ان دي بس الحاجه اللي مش تركه مره كده ولا مرتين. انت عارفه ان هي خدت اجازه بسبب مرضيه، يعني قالت ادعت ان هي مريضه. وهنا الكذب ده مصيبه كبيره يعني. ايوه جالها صداع.
الصبح لا جالها إيه؟ كورونا دي الفكره بقى الجديده اللي كل واحد يقول لك اصل حاسه الصبح ان كورونا داخله عليا. الصداع ده يعتبر اجازه مرضيه ولا مش اجازه مرضيه؟ مرض يا باشا. اذا انا صحيت الصبح جالي صداع مرضي وانا بتكلم في ساعتها الو انا مش جاي عشان عندي صداع، مرضي ده ولا مش مرضي؟ مرضي. خفيت بعد كده يبقى الحمد لله. خفيت بعد 5 دقايق مرضي برضه. اكيد التصرف ده هيبقى مش لطيف بالنسبه للناس اللي بيقدسوا العمل، في ناس بيحبوا يشتغلوا فعلا مدمنين عمل، بيشوفوا ان ده كذب وتوريه و لا هي كانت وعدم اخلاق وعدم اتقان للعمل. هي كانت استاذنت زي ما نص الشعب الانجليزي النهارده مستاذن. بالظبط استاذنت عشان في حدث. والله يا يعني ست واضحه يعني في ناس بتقعد على المكاتب بتعملش حاجه، فوت علينا بكره والحاجات دي. لا هما ما عندهمش اسبوع يا فندم وخلص لك الورق بتاعك. يعني في ناس قاعده في مكاتبها بس ما عندهاش امان ايضا. يعني مش كل اللي بيغيب بيزوغ، ده في بيزوغ وهو قاعد على مكتبه، هو مش موجود، هو حضرته غايب او حاضر غائب زي ما بيقولوا. طيب ومن ضمن الغرائب والطرائف اللي موجوده برضو، شركه مشهوره جدا جدا للحراسات في اسكتلندا عملت اعلان كبير جدا، مطلوب عاملين، مطلوب حد يشتغل، بس الشرط والشروط في الخبره. الخبره ايه؟ انه يبقى كان فاهم او كان حرامي قديم او كتاب الله. انا مش بجيب من عندي، هم كده كاتبين مطلوب عمال حرامي قديم خبره. هعمل لهم ايه؟ خبارة السرقه عشان هم يامنوا الدنيا، فهم جابوا الناس اللي عندهم خبره في السرقه وتابعوا علشان يامن لهم الاماكن ويقولوا لهم الحراميه بيفكروا ازاي، ممكن يمشوا منين. يعني هم استعانوا باهل الخبره. بس أيوة هو السي في يبقى مكتوب فيه خبير في السرقه لمده كذا، حاجه يعني غريبه شويه. لا ليه بره الصندوق يا منى؟ بخبير امني عارف الثغرات اللي بتخش منها الحراميه. ما فيش احسن من الحرامي. وعندهم تاريخ. طب ما هم مسكوا حراميه قبل كده. تسالي الحرامي واعترفوا انت عملت ايه؟ حاجات بتدرس كمان في لا مجرب حرامي يعني الحرامي غير خبير امني. خبير امني يا ثابت يا خابت، لكن حرامي هي فكره عارف فكره كوميديه هزليه. تخيلوا السي في مكتوب فيه 12 خبره سرقه. 12 سنة خبرة سرقة، يعني حاجة أو حرامي. هو الراجل عاش كمواطن، هو تاب، هو عاش كمواطن صالح 6 سنين وعنده بنتين. يا ترى هو بيخاف يعني ممكن يكسف ان هو في السي في بتاعه مكتوب حرامي في الوظيفة وعنده بنتين؟ طب هيتجوزوا ازاي وهيجي لهم ارزان ازاي؟ طب المهم المرتب عندهم مستقبل هياكلهم الاول ويشرب. وبعدين الراجل اعترف وتاب، وبعدين احنا بنرحم الناس اللي بيتوبوا، ايه المشكلة؟ وبعدين هو مطلوب الشغلانة. يعني الغريب في كده يا جماعه ان احنا عمالين نقول حرامي حرامي، هم طالبين من الشغلانه النوعيه دي ان هو يكون تاب. يعني تاب يعني ايه؟ يعني اكيد اخذ الحكم اللي عليه، اكيد قضى العقوبه اللي كان المفروض يتعاقبها. وفي نفس الوقت احنا محتاجين خبراتك كمان، كيفيه فتح الخزنه، كيفيه دخول البيت بالليل، لو الشباك مفتوح اخش من الباب ولا من الشباك، لو حد نايم ما صحوش ازاي. فكره افكار، في افكار جديده بتتعمل. المهم اعتقد ان هيتم الموافقه على كام واحد كده من العمال دي، والسي في بتاعتهم هتبقى مبهره. احنا عندنا اخبار كتيره بس احنا حقيقه عندنا الوقت، والوقت ده انا عارفه ان احنا محتاجين نقول حاجه ثانيه، ولكن عندنا بس انا حابه ان نتكلم في موضوع الفقر. ناخد شويه وندي مع بعض يا بنات. اتفضلي. موضوع الفقر النهارده وهو الصالون الرجالي، ان احنا بيتم اتهامنا دائما من قبل الرجاله. خلوني اقلع النضاره عشان يبان قد ايه انا ادمه ملك. احنا كتير جدا بنتظلم، وكتير جدا 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 من الرجاله بيشوفوا ان احنا ساعات مش كتير بنبقى اوفر رياكشن، يعني الرياكشن بتاعنا اوفر طول الوقت. الرجاله بيتهموا الستات ان احنا اوفر في العياط، اوفر في الطلبات، اوفر في الزعل، اوفر في القمص، اوفر في الخناق، اوفر في على عيالنا، اوفر على غيرتنا، اوفر. مع ان وبيشتكوا في معظم الوقت ان احنا رغايين، وان احنا هما مش حابين الطريقه دي في التعامل، وان في رجاله كتيره جدا شايفين ان الست لو جت من الدايركت وقالت انا متضايقه من كذا، بدل ما المغالاه والافوره في الخناق او في الصعبانيات زي ما بيسموها، ان الموضوع هيبقى اسهل. قعدت افكر طيب هم ليهم حق ولا ما لهمش حق. قلت الاول اسال سهير ومنى، اهم ستات زيي، قبل ما احنا اقول لكم وجهه نظري في الموضوع اهو اسهم اتعلم برضه.
يعني افهم او ينقذوني او ابمع المصيبه لا قدر الله. ما انتوا عارفين سوسو هو احنا اوفر ساعات. ايه الاوفر في نظرك يعني سعاد؟ ايه يعني الاوفر؟ ايه الاوفر في نظرك؟ ان هما بيقولوا انتوا دايما بتبالغوا في الاداء يعني. هما بيقولوا دايما إيه؟ احنا بنبالغ في الاداء. الستات عندهم مبالغه في المطلق، مشاعرهم ورد فعلهم فيها مبالغه. حبيبه ممكن يبقى اعنف. لا ما هي ممكن تشتكي بمبالغه وتبكي بمبالغه، ملهاش علاقه بمشاعرها اللي هو كل مشاعرها يعني، مشاعرها في كل اللحظات. طب سيبا. المبالغه دي فيها كذب ولا حقيقه؟ حقيقه بس هي دي اصل حقيقه، بس وهي بتعرضها بتبالغ، بتعيط زياده، بتعلي صوتها زياده، بتتكلم في الموضوع 90 مره، وهو ما بيحبش الزن زي ما قالوا قبل كده الاسبوع اللي فات. الرجاله قالوا ان ما بنحبش الزن، بصي مطالبه طول الوقت، بس هي تعمل ايه؟ زي ما في ناس عندهم الغده الدرقيه والغده الكظريه، اغلب الستات عندهم غدد كده مظلوميه يعني طول الوقت. هي طبعا الست في اغلب الاحوال مظلومه، لكن هي احساسها بالظلم عالي يعني، هي طول الوقت عندها احساس حساسين. بالمظلوميه والتضحيه وطبعا الستات اكثر حساسيه، عشان كده عندهم رد فعل مبالغ فيه طول الوقت. اكثر صراحه بتبكيته طول الوقت. انا لو كنت مش عارفه ايه كان زماني مع اهلي متهننه، لو كنت اتجوزت مش حقيقه يا منى. انا لو كنت زماني دلوقتي ما اتجوزتش ما كنتش غسلت مواعيدك ولا غسيلك. الانانه دي برضو الانانه بالزياده دي مش مرغوب فيها على فكره. التضحيه يعني مزعجه جدا. هي الست مضحيه بطبعها، ولكن الإعلان والتأكيد والطول الوقت بعيد نفس اللحن في فكرة التضحية. التضحية انت قابلت ده وانت اللي ضحيتي. لا انا ما قابلتش. طب طول الوقت بقى اتمنى عليه ان انا خرجت من بيت اهلي مهننه ومدلعه. أيوة ده انا جنبي جاب لي كل حاجه. دي ست اللي أيوة بتقن طول الوقت وبتحن لبيت اهلها، دي مشكله. انتوا دلوقتي قلتوا او احنا كستات متفقين ان احنا ما بنقصدش ان احنا نبقى زنانين، دي طبيعتنا يعني. انا كست النهارده طبيعتي صوتي عالي، طبيعتي بتاثر وبعيط كتير، طبيعتي اني كرامتي بتوجعني. فلو هو قال لي كتير ازاي يعني بعيط معاه احساسي بياخد، فيجي هو مثلا خد الباب ومشي فسابك فهتقعدي تعيطي ولا لا، او مثلا يجرحني بكلام ممكن ما يكونش هو قصده، بس الاقي نفسي دمعت وعيطت. الفكرة مش في كده، الفكرة مش في ازاي، الفكرة في ان انتوا ليه واخدين عننا الطبع، او مش انتوا كستات، انتوا كرجالة، ان انتوا شايفين ان احنا اوفر. ليه ما تحترمش ان ده طبع من ربنا خلقنا كده، بدليل ان احنا كمان مستحملين في الراجل. ستي هو بيقول لك اللي هو انت انا جوزك وهلبي لك طلباتك، بس ما تبالغيش يعني. انا هسمعك، انا هجيب لك كل اللي انت عايزاه، بس طول الوقت ان انت دايما يتقال علينا يعني، معلش الستات اللي بيسمعوني بيزعلوا، احنا يكفرنا العشير يعني، عندنا قفه كده مخرمه بننزل حسنات جوزنا ونخلي السيئات فيها. سوري. كل شويه بط مش عارفه يطلع. انا عايزه اقول لكم على حاجه، طول لا 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 دي مش كل الستات، دي بقول دي اشاعات مغرضه، مش كل الستات. ايوه بيبقى نفيد رصيده نفد وحسناته اتلغت، فلا يبقى لها الا السيئات. في ناس ما بتشوفش غير السلبيات. انا عايزه اقول لكم على حاجه بقى، صح ولا ستات ورجاله؟ انا عايزه اقول لكم على حاجه، احنا محتاجين نطلع من دماغنا مجموعه الكلام اللي حاول المجتمع الذكوري بقاله 20 سنه عمال يضخه في المجتمع، ان اصل الست ما بتبصش غير على الحاجه الوحشه اللي جوزها بيعملها، هي عامله زي الغربال اللي طول الوقت عمال يقول الكلام ده. كل الكلام ده كلام رجاله اتقال من 20 سنه عشان خاطر يهد الستات. فحقيقه الامر احنا كستات ده طبيعنا. احنا كمان مستحملين عيوب فيكم كتير جدا على فكره، كتير كتير، ربنا هو اللي يعلم. النكد والغلاسه من غير اي شيء وقعدك وخروجك مع اصحابك، ولما تبقى عايز تقفل عليا ميه ونور بتقفل ميه ونور وما بتكلمنيش، ومروحك طول الوقت عند ماما، وماما هي اللي تعرف كل اسرارك. وفي اوقات الرجاله بخلة، وفي اوقات رجاله لسانهم طويل، وفي يعني ولكن مش ولكن نسبة كبيره يعني، مش بقول كبيره او لا، انا بقول ان احنا تقبلنا الطباع دي من غير ما نقول ايه اصل الرجاله كلهم كده. لا خلاص احنا مش بندعي. انا ضد فكره ان الناس ان الرجاله دايما شايفين ان احنا اوفر بتمثيل. لا دي مشاعر يعني. انا النهارده لما ابقى متضايقه واتقمصت منك، انا مش بمثل ان انا مقموصه، لا
انا مقموصه. على فكره هي ازمه نسائيه عالميه، الدراسات بتقول ان 90% من رجاله العالم، يعني القصه مش مصر والعالم العربي، عندهم احكام مسبقه على جداً. النساء. من اهم الاحكام المسبقه على النساء فكره المظلوميه والشكوى والتضحيه والمبالغه. ممكن يبقى في ستات عندهم درجه ليه عاليه يعني لله لله كده، ولو لقاها ست عاقله هيقول عليها وهل مبالغه وظالمه وزنانه وانانه. طب ثانيه واحده، هل انا ابقى عاقله هل انا مش هبقى عاقله لو انا اشتكيت لجوزي عن حاجه هو بيعملها مضايقاني؟ هل ده تقدير على ان انا مش عاقله؟ كده قبل المبالغه. لا، هل انا النهارده لما اجي اقول له انا لا، هو الست بتقول لجوزها بس يسمعها. الست لما بتقول لجوزها ده انا ربيت لك عيالك، ده انا حفظت لك على البيت، ده انا غسلت لك، ده انا اكلت، ده مش تبكير. لا، مش منانه اللي بنقول عليها. لا، دي مش منانه، دي واجبك. ست بتقول لجوزها فوق حس انا تعبت قد ايه السنين اللي فاتت دي عشان خاطر عيونك. يعني هو لا مؤاخذه هي استحملت كل الكلام. الطريقه ايه اللي يجبر ست انها هتقول لجوزها بالطريقه دي؟ ان هو مش من هو مطنشها، ان هو طول الوقت مش شايفها، ان هو طول الوقت يطلع وينزل. انت تعملي كده غصب عنك على لان انت في البيت، لان انت مسؤوله من الكلام ده. طب يا عم شكرا. عندها حق. في طب يا عم كتر خيرك. طب يا عم ربنا يخليكي لينا. انت فاهمه قصدي ايه؟ بتطلعينا فاصل. نطلع فاصل. هم بيقولوا لي كده؟ طيب فاصل ونواصل. وبنرجع مره تانية مع حضراتكم. ويمكن قبل الفاصل احنا كنا بنتكلم في موضوع الحلقه بتاعتنا، لانه موضوع مهم جدا، وهو اختلاف فعلا في وجهه النظر ما بين الرجاله والستات. الرجاله شايفين ان الستات بيستعملوا زي ما بيسموها كده، ان احنا اوفر حركات، ان احنا مبالغات في طريقه التعامل مع الرجاله. والرجاله دايما ده الرجاله شايف الست، والست شايفه ان انا ما بعملش كده، دي طبيعتي، انت بس اللي انت اللي مقفور في انك انت تقفور تفكر فيها بالطريقه دي. فهمتوا حاجه؟ في رجاله بتظلم برضه، يعني في رجاله مش مركز، بتشتكي له مره واثنين وثلاثه، ياخد الباب في وشه وبيحس ان هو لا، هو بيفهم ده طول الوقت اكتر منها وكده. خلينا نبقى منصفين يعني. لكن انا كنت بتكلم على الشكل الثاني من الرجال اللي هو بيحسن وبيعمل كل حاجه مظبوطه وهي لا ترضى ابدا. دي النقطه اللي انا كنت بقول عليها، ان هي ما بتفتكرلوش حاجه حلوه ابدا عملها. طبعا يعني موجودين ودول موجودين. من وجهه نظر الراجل ان المراه في المطلق كده شخصيه مبالغه، أو أن المبالغة امرأة، وكمان شايف أن المرأة هي كائن مظلومي، يعني هي طول الوقت تدعي المظلومية وتبالغ في التضحية وتبالغ في إظهار الفرح وتبالغ في إظهار الحزن. هو غالبا الستات طبعا ممكن عدد كبير منهم بيضخم الأمور، وإلا ما كانتش اختارتك أنت تحديدا، كانت مبالغة في تقديرها لشخصيتك أو سقف توقعاتها كان عالي. هيجيب لي نجمة يعني مستمع. المبالغة برضو هي عملتها معك يعني في اختيارك. فأنت لو هتعتبر نفسك من ضمن المبالغات بتاعتنا مشيها. او انت اللي بلغت في الخطوبه، انا هجيب لك نجمه من السما يا حبيبتي. ما بيقولوش هجيب لك نجمه من السما ولا حاجه، بس ممكن يبقى في منتهى التفاهم والكده الحاجات الحلوه، وممكن يكون صعب وتقول لك انا بعد الجواز هعرف اسستمه. كل الحاجات دي نظريات على صخره الواقع بتتدمر. من ضمن النظريات المؤكده ان في دراسه اتعملت، ودي يعني معلومه عايزين نضيفها لكل ست بتتفرج علينا، ويمكن يفهمنا احنا ليه في المشكله دي. ليه الرجاله بيعتبرونا اوفر؟ ليه طول الوقت هو مش عايز يسمعني؟ ليه طول الوقت انا بالنسبه له مصدر ازعاج وانا مش حاسه ان انا بعمل له حاجه، بس مجرد ان يفتح بقه هو دايما شايف جهنم دخلت علينا، مش هنخلص من لسانها. الكلمه دي بتتقال كتير جدا على ستات كتير جدا، احنا منهم. طول الوقت الراجل لما بيجي يشتكينا يقول لك انا مش هخلص من لسانها، ما بلاش ماما تفتح بقها النهارده عشان خاطر مش. اكتشفنا ان في دراسه بتؤكد ان الرجاله بجد عندهم بينزعجوا انزعاج شديد جدا من الطبقات الصوتيه بتاعه المراه. يا اخيرا كده اي راجل في الدنيا حتى لو هو صوته عالي عايزها هي صوتها واطي. لا ده بينزعج. لا بيكرهها. لا يعني تصدقي ان انا شخصيا بنزعج، يعني لما حد يكلمني بصوت عالي بهنج
ببقى مش فاهمه حاجه. يا بنتي مش بصوت عالي، هو ما بقولش بصوت عالي دلوقتي، هو بيقول عموما عموما صوتي انا، مش صوتي انا كمفيده، صوتي انا كمرأة واطي عالي بالنسبه له مصدر ازعاج. لا ظلم ده ولا لا لا بزوط. اه والله الدراسه بتقول كده، زي ما قالت لك سهير العقله الحكيمه دي، الدراسه بتقول حسب الطريقه، وهي بتقول له كل حاجه وعايزه يجيب لها الدنيا والاخره يعني. والله العظيم الدراسه هي قدامك اهي، الهدوء احنا بالدراسات هي. لا الطريق احنا بقى الطريقه مهمه جدا، الطريقه مهمه، بس في ستات بتبقى على طبيعتها كده منطلقه يعني، هو محتاج اداره ومحتاج فن ومحتاج مجهود طول الوقت. فالدراسه بتقول ليه عندي احساس ان الرجاله هفتح احساس ان هم طول الوقت حاسسين ان هم مدرسه انترناشونال واحنا المدرسين مش معنى قلتوا ان هي يعني هتظبطوا وتحطوا على التراك والحاجات دي يعني، الرجالة قلبوا مدرسه انترناشونال، مش ماشيين يعني، هو كمان مساله فيها عواطف. المهم ان فكره ان الصوت ده ليه اصل علمي، ان الراجل بينزعج من حنجره الست، يعني فكره صوت الست تونه عادي، تونه عالي، تونه ايا مكان تونه، طبعا العالي بيبقى اصعب، بس فكره ان هو ما كتبوش بقى في الدراسه دي بعد الجواز ولا قبل الجواز؟ يعني بينزعج من صوتي قبل الجواز ولا بعد الجواز؟ اكيد بعد المسؤوليه يعني. لا بعد مش بعد المسؤوليه، قبل الجواز كنت لما اقول له الو يقول لي ايه الصوت الحلو ده؟ انا ما بعرفش انام غير على صوتك، انا بموت اسمع صوتك. بعد الجواز لا، قبل الجواز كنت يا ريت اديها مسجز عشان انا لا بلاش افتري على الرجاله، قبل الجواز كنت يا حبيبي والله العظيم يا سوسو الرئه، لا دي مش حقيقه، احنا ستات على فكره. وبعد كده ايه كناش في ايه ما عندك في الثلاجه تروح تاكل نفسك، ما عندك في المطبخ، كانها بتكلم اكلها. ايوه يا منى بغض، ما هو لا. كمان كان يا حبيبتي بيكلمني من الطبقه اللي هو بتاعت اللي هو راجل اللي هو عبد الحليم حافظ ده، عارفه طبقه عبد الحليم حافظ في 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 عارفه الطبقه دي؟ لا سوما العاشق بقى والحاجات دي الراجل. ايوه ايوه اغنيه بلاش، عارف بلاش عتاب، الدخله بتاعت بلاش بلاش عتاب، عارفين الدخله بتاعت بلاش عتاب لعبد الحليم حافظ؟ اهو انا طول الوقت كنت في بلاش عتاب الدخله الصوتيه دي. واشتغلتي بقى في العتاب بكره لغايه ما ابتدى بطبقه الصوت جبار. ومن هنا بقى احنا اتغيرنا كتير. طب بما ان الدراسه بتقول ان هو بينزعج من صوت المراه، ففعلا ندور على الطريقه، بس كمان الرجاله لازم يفهموا ان ممكن الست كمان تبقى منزعجه من صوته، ده مؤكد. ده اكيد. يعني طبقه الصوت المزعجه تبقى مزعجه من الطرفين، الاداء المزعج هي بتهنج ما بتعرفش تتعامل معاه لما صوته بيعلى ودانه تطلع بره. صوته بيعلى ايه بس؟ صوته بس بيعلى؟ بتهنج حرام ما بتعرفش. طب والنوم والشخير فيه ايه اخبار؟ بيخش زعيق فيها عشان ما تطلبش حاجه. لا لا ثانيه واحده، احنا كستات بنحترم جدا 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 الفكره دي، بيقول تعبان ومرهق وحط له المخده، لكن هو ممكن يتريق عليا قدام الناس. ما هو وهم قاعدين هتولي ست. لا دي بقى بتبقى رخمه يعني. هتولي ست بتتكلم او بتبص على الموضوع ده عند جوزها على ان هو عيب. لا والله العظيم ستات كتير جدا بيقولوا ان هو تعبان وغلبان، لكن انت ممكن تتريق عليا وانا قاعده قدام الست. هو لازم ينتبه ان هو بيعمل جريمه، يعني ما ينفعش تهينها قدام اي حد، ولا اولادك ولا اصحابك ولا عيلتك. طبعاً. ولا عيلتها، ولا حتى بينك وبينها، بينك وبينها ممكن تعدي، بس خلي بالك يبقى فيه شكل ما ينفعش تتجاوزه في لان العنف مش عنف جسدي بس، العنف عنف لفظي نفسي ونفسي. ما هو الراجل اللي بينكر ده بيقول لك انا عامل كل حاجه ومولع صوابع العشرة شمع، وهي مبالغه، انا دايما بتدور لي على النقائص، دايما انا مقصر، دايما حرام عليك يا ماما. عايزين انا بقول الراجل بيقول مش انا، انا فاهمه. انا هسالك انت كست، النهارده هيقولوا لنا طب احنا ايه اللي بيخليهم يحسوا ان احنا مبالغين؟ احنا كستات لو لقينا رجاله مولعين صوابعهم العشرة شمع تمام بالظبط، احنا هنبكتهم لما يطلع منه حاجه وحشه بقى. لما يطلع منه حاجه وحشه الست بقى اللي بتدور على كده، لما يطلع عملها عمل حاجات كتير طول الوقت، لما يطلع حاجه وحشه هي بتقول انا ما شفتش خير منه ابدا، يعني طول مش كده خالص على فكره. في ستات كده انا ما شفتش منك خير، بس خصوصا لما يتخانقوا او تحب تضحك قدام اهلها. في ستات طبعها المبالغه. لا ده ظلم. وفي ستات بيبقى رد فعل على تصرفات الرجل وعلى عدم تقييم الرجل للتقييم الصحيح، وعلى عدم امتنانه، وعلى عدم تجاوبه مع العطاء اللي هي بتعمله، فهي بتتحول الى يعني مضحيه طول الوقت، مظلوميه طول الوقت.
يعني هي جزء فيها للست وجزء في رد فعل الراجل او معامله الراجل هي اللي بتخليها مبالغه. هو لو فهم ان احنا ان انت رد فعلك مهم بالنسبه لنا وان انت لو احتويت الموضوع ما كانش هيبقى فيه موضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. ولكن احنا معروف عننا ان احنا طول الوقت طول الوقت عندنا ميزان للعدل في هذا البرنامج، نحن ملوك ميزان العدل. فالنهارده ميزان العدل النهارده يوم الاحد مع مجموعه متخصصه واصدقاء لينا ضيوفنا الاعزاء كلهم رجاله عشان نديهم السبيس وما حدش يقاطعهم، بالذات انا ولا علي صوتي ولا اعمل، لا ده طبعا عمره ما هيبقى وعد، ده بس بقول كده للناس. لكن عموما عموما هنحاول بقدر المستطاع نديهم خمس دقائق من الحوار كله ان احنا نسمعهم. معانا دكتور خالد مقلت، استاذ كيرلس مدحت، واستاذ كريم الشاذلي، واستاذ احمد الخطيب. تعالوا بقى قولوا لنا احنا مبلغين بعد كده يا بنات المطبخ. بعد في المطبخ ياسمين يوسف هتعمل دجاج يوناني بالليمون، حلو قوي ياسمين وريحه حلوه. وهتعمل ده الاول طبق منديش، وهتعمل ترايفل مانجو بعد كده، حاجة حلوة ترايفل مانجو. وهتعمل موهيتو بطيخ. موهيتو ايه؟ مش عارفة ايه، ما دوتش الموهيتو ده قبل كده. موهيتو هو عادة بيتعمل بالليمون والنعناع، بس هيتعمل دلوقتي بالبطيخ والنعناع. وفقرة البر والتقوى اللي هتبقى منى موجودة فيها ان شاء الله على الهواء مباشرة بعد الفاصل على طول. دكتور مصطفى فتح الله المتحدث باسم جمعية البر والتقوى، وهيكلمه عن الايام المفترجه والعشر ايام الاخرانيين ان شاء الله. هو بدات من النهارده على فكره كمان الايام العشره من الاعمال الخير فيها كتير، والتبرع والتصدق يعني. حاجات كتير، والصيام وذكر الله كتير. يا رب ان شاء الله ايامكم كلها خير وذكر واستغفار ان شاء الله. العشر ايام دول عشر ايام فعلا نخلي نيتنا فيها لله، وان احنا كاننا عندنا حج، كاننا رايحين، كاننا الدنيا مفتوحه، فالاعتمار كده بالروح والقلب ان شاء الله. نطلع فاصل ونرجع بعد فاصل نلتقي مع منى ودكتور مصطفى فتحي. صالون الرجاله النهارده الاتهام الموجه لينا احنا الستات الكيوت اللي ما بنعرفش خالص 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 غير ان احنا نقول حاضر طيب نعم، بتوجه ان احنا اوفر. كل حاجه بتعمليها انت اوفر فيها، كل ما تيجي تزعلي تزعلي اوفر، كل ما تيجي تطلبي تطلبي اوفر، كل ما تيجي تغيري تغيري اوفر اوفر اوفر. طيب يعني ايه اوفر؟ يمكن احنا الاوفر بتاعنا غير الاوفر بتاع الرجاله. فقررنا ان احنا يبقى معانا اربع اصدقاء معانا رجاله يقولوا لنا المعنى اللي هم قاصدينه لما يجوا يتهموا مراتاتهم او اخواتهم او اي حد من زمايلهم او اصدقائهم ان انت ست اوفر. انا اوفر ليه بقى؟ افهم. فبيسعدنا طبعا يكون معانا دكتور خالد مقلد استاذ اداره، اهلا وسهلا بحضرتك. معانا استاذ كيرلس مدحت بهجت استاذ، ده انت بايظ يعني اسم ضايع خالص، مش انا بوظت نفسي. كيرلس بهجت انا اسفه جدا. استاذ مساعد بكليه الطب، مدرس مساعد. معانا استاذ كريم الشاذلي، اهلا وسهلا، كاتب ومتخصص. استاذ احمد الخطيب، رئيس تحرير تنفيذي بجريده الوطن، اهلا وسهلا. انت مكسوف ولا ايه؟ لا خالص، لا يمكن عشان لا خالص. طب انت ليه حاطط ايدك على خدك؟ لا انا بقول استاذ الجو حر. لا سيب ايدك على خدك، انا هسيبك متوقف. انت غلبان بقى وكده وبتاع وجاي عشان احنا بعد معلش نستحمل خلاص. استحمل انا جيت هنا غلط، عارف انا جيت غلط. بنجد تحية لكل المشاهدين، استاذ احمد الخطيب، استاذ خالد، دكتور كيرلس، واستاذ كريم الشاذلي. استاذ احمد، في اتهام رجالي هو في العالم كله على فكره مش في الشرق الاوسط بس، ان المبالغه امراه، وان المراه كائن بطبعه كائن مظلومي، اللي هو طول الوقت المبالغه في المظلوميه والتضحيه. ده كلام حقيقي ولا هو ده رد فعل بسبب عدم تقدير او امتنان الرجل؟ طب هي المرأة، الاول نسأل سؤال مهم، هي المرأة بتقف فين في القرار؟ المرأة بطبيعتها ثقافيا في كل العالم وبالذات في منطقة الشرق الاوسط يعني هي مرؤوس،
هي مرؤوس وانا بشوف ان هي مش صاحبه قرار طول الوقت. هي يعني بص على القرارات المحوريه في حياتها هي مش صاحبه قرار من اول العمل للزواج للمعيشه. المراه بشكل عام مش صاحبه قرار ومرؤوسه. مرؤوس مظلومين يعني؟ لا ما بتكلمش على المظلوميه. احنا مظلومين. المراه مرؤوس طول الوقت وهي يملى عليها ولا تملي. ده المرأة لحد سنه كام يا ده في الشرق الاوسط يعني؟ ده يعني انا بتكلم في المناطق. القهر ده كان زمان. مش قهر، ما بتكلمش على القهر، دي الطبيعه الثقافيه اللي اتربى عليها الناس كلها. بس غير المراه في اوروبا، المراه في اوروبا العكس، لا شريكه وصاحبه قرار وتملك قرار. الثقافه المجتمعيه. الثقافة يعني حضرتك تقصد المراه في الثقافه المجتمعيه. ما ده اللي انا بقوله. هو ده من اول تعليمها لزواجها لمشاركتها في البيت هي مرؤوس. طب انت شايف ان احنا كستات اوفر في ايه؟ لا انا مش شايف كده. والنبي انت كمان. انا بتكلم بجد على فكره. مش والله انا والله لان هي زي ما قلت لحضرتك اصل هي اوفر عشان هي بتطلب. طب ما هو انا مرؤوس، المرؤوس بيطلب من الرئيس، فده اتهام من الرئيس او مسؤول. كلكم راعي، كلكم مسؤول. لا انا بتكلم يعني العلاقه اللي بين الرجل والمراه. لو هنتكلم عن علاقه المراه وهي متزوجه، لو هي متزوجه، هي متزوجه، هي مرؤوسه. الزوج هي بتطلب من زوج، من الزوج، لان الزوج بحكم الثقافه المجتمعيه هو اللي بياخد القرار، هو صاحب القرار وهو صاحب القوامه في الدين. ويعني بس هي يعني مش كل ده اللي بنى ثقافه المجتمع. ايوه بس هي مش المراه هي صاحبه القرار والراجل هو اللي بينفذه يعني. لا هي لا من تاخذ لا القرار فعليا. لا لكن في الشكل الخارجي والراجل بياخد. لا ممكن تهيئه لكن مش صاحبه القرار. هي قد موافق يا دكتور خالد على الكلام ده؟ صاحبه القرار لا اهو يا حكم من اهليها يعني انتوا راجل ولا بيقول انا مع حضرتك. انا هتكلم من بعد مختلف نفس النقطه. يعني دلوقتي في مبدا حتى على مستوى العالم هو التوازن ما بين الجنسين، وده احد مؤشرات حتى في التنافسيه يعني مش اجتماعي بس. التوازن ما بين الجنسين يعني التوازن في كل شيء، دور المراه في المجتمع ايه ودور الرجل في المجتمع ايه، هل دور مكمل ولا دور بيعلو على دور اخر في المجتمع، وتمكين المرأة والأمور دي كلها. لكن إذا كان في رأيي بيقول إن مفيش عدم توازن ما بين الجنسين، طب نشوف أكمل سؤال حضرتك. هو إحنا أوفر؟ هو إحنا كستات أوفر؟ ليه بقى؟ ليه أحيانا الست تبقى كأوفر؟ لأن تأثير الست دايما تأثير أعلى من تأثير الرجل، التأثير الاجتماعي أو في المواقف. يعني دمعة الست أكتر تأثيرا من كلمة الرجل أو من صوت الرجل. قريبة عشان حساسة. ليه عشان ربنا خلقنا كده. ده طبيعة المرأة انها دايما تكون تأثيرها اعلى، لان هي المرأة يعني لها طبيعة خاصة يعني. لكن انا عايز اقول هو احنا ليه بشوفها اوفر؟ ايوه انت من وجهة نظر كراجل بتشوفني انا ليه؟ انا في حاجتين، في التشابه العقلي بينه وبينها، وفي التوافق المزاجي، توافق الحالة المزاجية. لو المزاج بتاعي متوافق مع مزاجها مش شايفها اوفر. لو التشابه العقلي معها تشابه، احنا الاثنين بنشوف الامور بزاويه واحده، حتى لو كان تصرفنا اوفر قدام الاخرين، لكن انا شايفها وهي شايفاني ان احنا مش اوفر، يبقى حكمي انا هل هي بزياده او مش بزياده على حسب التشابه العقلي والمزاج العاطفي. الحاله المزاجيه اوصف لنا. انا عايز اسال سؤال مثال اوضح. في الحاله المزاجيه انا مقتنعه تماما ان الراجل ما بيشوفش الست بشكل اوفر في اي حاجه، لو هو ماشي معاها على نفس الوتيره او المود بتاعه موافق معاها. الحاله المزاجيه في اللحظه دي المزاج بتاعه حلو. أوكي. ده معناه ان الراجل بيشوف الست اوفر بعد فتره الجواز لما يبقى الحاله المزاجيه مش بتبقى دايما طول الوقت متناسقه مع بعضها. ممكن لما العاطفه شويه بتبقى اقل، يعني مش عايز اقولها انها بتقل او بتبقى عادي بالنسبه لي، لان بعد الزواج بدا يدخل في العلاقه ما بين العوامل الاخرى غير العاطفيه بس، عوامل ماديه وثقافيه زي ما انت عايزه تقولي، تصرفات معينه، امور معينه، هموم معينه مع الشخص. يعني مثلا بالنسبه للمثال اللي حضرتك عايزين نقرب برضو السؤالين من بعض. لو احنا مش متوافقين في الحاله المزاجيه، لو انا حاليا مهموم بدين معين او بجوانب ماليه معينه، الجوانب دي مأثره على حاجتي المزاجيه. ايوه طبعا. طب لما هي الست تيجي وتعمل يعني بزياده بطلبات او بتتجاهل او مصيف والولاد وخلي بالك هي كلامها صح، بس ايه هي مجرد التذكره بتعمل عدد اثاره
إصدار المشاعر، خلي بالك عندنا كذا، خلي بالك عندنا كذا، أو هنا عدم التوافق في اللحظة دي في الحالة المزاجية. طيب لو دكتور أنت شايف إن إحنا أوفر؟ أنا شايف إن في كارثة حصلت من شوية بجد، فكرة أصلا حضرتك تقتنع بالكلام اللي هو الست مرؤوس أو الست، أنا مش موافقة، ده ما ينفعش، دي ثقافة مجتمعية، ثقافة غلط، ثقافة غلط، أنا مفيش حاجة اسمها راجل وست، بس في حاجة اسمها كيان، غلط بس واقع. طب ما احنا نقول ده غلط مش نقول ده واقع، لا احنا قايلينه من زمان، لسه في يعني من ناحيه الاولان قايلينه، لكن من ناحيه التطبيقات هو صعب ان احنا نطبقه مره واحده، لكن طبيعي ان انا اتفق مع وجهه نظر، وانا ما زلت متفقه مع وجهه نظر، لان دي رؤيه كتير جدا من الرجاله مش اللي عايزين نغيرها، مش معنى ان انا وافقت ان هي صح. طب حضرتك تسمعيني؟ لا يعني انت فهمت ايه وجهه نظري؟ مش تسمعيني الاخر، اسمعك على حسب كلامك، لو عجبني هكمل، لو ما عجبنيش هقول لك انا معترض. ايه القهر ده؟ انت بتقهريني؟ بص عليك، المشكله ان احنا بنتعامل مع الست ان هي ست مش انسان. احنا لو اتعاملنا مع الست والراجل والبشر عموما، هو كائن حي ليه احترامه، ليه قواعده، ليه حقوقه، مفيش حاجه اسمها عشان راجل يعمل حاجه عشان ست تعمل حاجه. يعني في مصطلح اللي هو دراما كوين، انا اصلا فاكر موضوع الحلقه كان دراما كوين، يقول لك دراما كوين دي للستات ليه؟ يعني هو عشان المبالغه، عشان هي عشان ايه؟ انا عايز اقول لك حاجه علميا، علميا دراما كوين دي ما لهاش حاجه علميه كعلم، بس في شخصيه اللي هي الهيسترونيك بيرسوناليتي ديس اوردر، شخصيه الهستيريه، لا الشخصيه اللي بتتغذى على الانتباه دي شخصيه، ده انحراف. موجود في الستات بس موجود في الرجاله، يعني في راجل دراما كوين، ايوه بس احنا يعني في راجل مبالغ وفي راجل عنده مشاكل، بس بنثبت المبالغه في الستات، بس احنا بنتهم. اقول لك ليه تتهموا؟ ليه؟ عشان التربيه غلط، التربيه الست من وهي صغيره بيتم التعامل معها ان انت اوفر، فبتك زي ايه استاذ احمد الخطيب؟ لا مش ده الصح. اي انا ما ايوه احنا غلط ان احنا بالزبط نبقى بنفكر بطريقه، بس احنا دلوقتي في وضع هو موجود في المجتمع، فانا النهارده احنا محتاجين نغير طريقه التفكير، لكن احنا كمان محتاجين نفهم الراجل، فاحنا بنتعامل معاه، ما هو الراجل برضو تربيه، انت كراجل. يعني لو الراجل متربي ان الست زيه، اختك زيه، مفيش حاجه اسمها انت اخوك الكبير تشوفها بتكلم مين افتح موبايلها، لو الراجل بيتربى من وهو صغير ان خطيبته دي زيه، مفيش حاجه اسمها وريني البسي اعملي، لو الراجل من وهو صغير متربى ان دي زيه، ان دي صاحبه قرار مش هيطلع كده، ان البنت مش انثى ولكن انسان، انسان هو ده الحلم اللي نفسنا نطمح اليه، بس الواقع ده الصح، لسه في التمييز. كريم، المراه دراما كوين والمظلوميه قولا واحدا دراما كوين. ليه بقى؟ اولا يعني اظن انه معروف قدره المراه البلاغيه والكلاميه، دي نقطه الست بتتكلم طول الوقت أكبر. حتى لو الراجل ايه القطه اكلت طلباتها زي ما لا لا قولي لا ايوه القطه اكلت قولي لا قولي لا القطه اكلت يعني الست مش بتتكلم كتير؟ بنتكلم كتير، والراجل كمان بيتكلم كتير، ده لما في الخناقه تسمعه قد كده بيجيب لي من ايام ما كنا مخطوبين، لما قابلت مامته بطريقه وحشه الراجل؟ والله العظيم الراجل كلمتين ونص ولا خالص، ده لما يبقى اشترى دماغه مني الحقيقه. يعني انت تقول ان المراه الراجل قصه قصيره والمراه روايه طويله؟ ده جزء اول من الروايه. خليني اقول لحضرتك على الشيء، اولا يجب ان احنا نقف عند نقطه، النقطه الاولانيه، هل المراه اصلا الاتهام اللي احنا بنتهمه ليها ده هل هو اتهام صحيح ولا لا، وايه السبب فيه؟ طيب. يعني انا ابتداء لو جيتي قلتي لي صحيح، لو جيتي قلتي لي هل الست الشرقيه اللي عندنا موجوده عندنا هل عندها مشاكل، هل هي مظلومه في قضايا، هل هي بيتم الضغط عليها، هقول لك لكن هل هي بتحل مشاكلها بشكل صحيح، هقول لك لا، هي بتلجأ الى الدور المظلوميه، هو التضحيه المضحيه والمظلومه طول الوقت. انا شايف كده. انا ممكن نتكلم في استشهادات، يعني المراه مظلومه، مظلوم زي بالمناسبه زي ما الراجل مظلوم، يعني الراجل مظلوم في قضايا كتير في المنطقه دي، احنا المنطقه اللي احنا فيها في الشرق الاوسط في المنطقه العربيه احنا عندنا مشاكل كبيره جدا، حل المشاكل دي مش بالخناقه ما بين الرجل والست، خلاص الست بتلجأ الى ان هي تطالب بحقها من خلال الالتجاء الى دور المظلوميه والابتزاز العاطفي. انا شايف ان جزء كبير، وبالمناسبه لما نقول الستات ما نقولش 100% طبعا، يعني في ستات اعلى منا مليون مره، لكن هم بيلجأوا في كثير من الاحيان، وده نشوفه ازاي، خش حضرتك على حائط الفيسبوك واتفرجي وشوفي
الدنيا عامله ازاي فيما يختص بمعركه الرجاله والستات والمعركه القائمه. هتجدي ان الصوت الاعلى والصوت الغالب والصوت اللي ما بيطرحش حلول هو اعلى وغالب، مش في طرح حلول، مش ازاي ان احنا نقدر نحل مشاكلنا، لا هو ان راجل سيء والراجل وحش والذكوري الشرقي الغبي المتعنت السخيف. وبالتالي انا شايف ان الحاله دي بالنسبه للست مش هتحللها مشكلتها، هي مظلومه لكنها بتلجأ الى طريقه خاطئه. من وجهه نظرك انت شايف ان الراجل مختلف عن الست في ان هو قادر على حل مشاكله بالنسبه للراجل؟ يعني هو مظلوم ومضبوط، هو كمان مظلوم لما بيطلع مظلوميته مش على حوائط الفيسبوك لان هو ما عندوش وقت، حرام بيطلعها فين؟ في اي وقت تاني مع اصحابه، بغض النظر مش مهم هو هيطلعها فين، المهم يعني هو لما بيطلعها ويطلع مشاكله بيحلها. قدرة الراجل اكبر طبعا، لان كان هو حلها يبقى ايه بقى لو هو كان عارف يحلها ما كناش احنا طلعنا اصواتنا على صفحات السوشيال ميديا واشتكينا الراجل اللي هو مش عارف يحل. مش صحيح، لان احنا لجأنا الى ان احنا نتكلم كتير جدا، منتهى الظلم للمرأة. اقول رايي طيب حضرتك بترجعي لنفس الاشكاليه، هو وهي والاخت والفار. يا سيدتي الكريمه هنفضل طول الوقت بنتكلم مين فينا الجاني؟ انا مش بتكلم مين فينا الجاني، انا مش بقول لك مين الجاني، ولكن بتلجأ للطريقه الخطا اللي على السوشيال ميديا. وانت بتلجأ ايه الطريقه الصح؟ انا بس اتكلمت معاك قبل الخطا احنا عايزين نحط نقطه على الحروف، وبعد كده سؤال منى مهم جدا. مع سؤال انت اتهمتنا ان احنا لا نحل مشاكلنا ونلجأ دائما الى الثرثرة في الغالب. في الغالب تمام. انا سألت حضرتك سؤال، يا عم احنا موافقين احنا ما بنحلش مشاكلنا وبنلجأ للثرثرة، انت كراجل قادر على حل مشاكلك؟ قلت لي بشكل اكبر نعم. لو انا وجهة نظري بقى كست من حقي يعني ان انا اقول رأيي، ان انت لو انت بتحل مشاكلك معايا ما كنتش لقيتني بشتكيك على صفحات السوشيال ميديا. مين قال كده؟ ده طبيعي، ده وجهه نظرك، ده ردي على وجهه نظرك. صح ولا انا غلطانه؟ الطريقه الصح يا استاذ كريم. ماشي، ايه الطريقه الصح لايه؟ بان هي بتعبر عن ظلمها، ده هي انت بتقول هي مظلومه بس بتعبر يعني بطريقه غلط. بص بص، المراه بتواجه مشاكل في مجتمعنا، هل ده حقيقي؟ حقيقي. ازاي تقدر ان هي ازاي تقدر ان هي تواجه هذه المشاكل بالاصطدام معاها وتحمل المسؤوليه؟ ايه الاسهل بالنسبه لي؟ ايه الطريقه الصح يا استاذ؟ ما هي يا استاذ اعترافها بان هي تغيير الواقع ده جزء من مسؤوليتها، دي اول حاجه. اللي هو ايه تغيير واقع؟ هو احنا دلوقتي بالنظريه دي مش قصدي حاجه، بس هو اي حد راجل او ست عنده عقد نقص او عنده مشاكل في تربيته هيقول على اي حد مبالغ. فدي مش هي الفكره. ليه الموضوع دخل في حوار راجل وست؟ يعني هل مثلا انا عندي دليل علمي، فلنفترض مثلا في الامراض بقول ان في ريسك فاكتور عالي في او حاجه اكتر في الستات علشان كيمياء او عشان عندي لا هرمونات؟ لا ناخدها كده. مفيش. هل بقى انا عندي مثلا ست الهرمون بتاع الانوثه بيعمل فيها حاجه معينه؟ هل مثلا حاجه في طبيعتها؟ انا ما عنديش حاجه بتقول كده. مش عايز كده، بس خلينا نقول الحالات يعني كله عباره عن تجربه شخصيه، كل واحد بيقول تجربته الشخصيه. احنا عايزين هي الطريقه الصح، هي اتحورت معاه وبلاقيت الباب. هو بس الدكتور بيقول انا ما عنديش حاجه بتقول كده بالظبط، تجربه شخصيه. حضرتك ما عندكش حاجه بتقول التغيرات الهرمونيه عند المراه بتخليها اقل اتزانا؟ ممكن حضرتك ترد عليهم لو انت أنا شايف. انا هقول لحضرتك مع او ضد. لا مش بغض النظر مع او ضد، يعني انا مش مع او ضد الكلام ده، بس انا دايما بفصل الواقع. يعني الواقع بيقول ايه؟ ده الموضوع اللي احنا فيه. الواقع بيقول ان تعال نتكلم عن علاقة الزواج دي، تعال نبص على مشاكلها وحلولها والنماذج الناجحة فيها. المشاكل بتقول انه نسب الطلاق عالية جدا. طب مين صاحب قرار الطلاق؟ الرجل. طيب اتطلقوا. طب تعال نبص للرجل، هذا الرجل العاقل اللي هو البالغ الرشيد اللي هو بيدير اللي بيحل مشاكل بيعمل ايه؟ بيترك الأسرة ويترك الأولاد ولا ينفق الا يعني قليل القليل، يعني ولا ينفق ويترك الابناء ويذهب ليتزوج. فهو اداره الموضوع من اوله لاخره بتقع على صاحب القرار. انا دايما بسميها من وجهه نظري كده ان هو بيعرف يحل احسن من الست. ما هو لو بيحل، طب نسب ارتفاع نسب الطلاق ليه؟ هو شايف ان احنا بنثرثر على الفاضي، يعني انا اقعد الوم واقول له انت ما بتعمل وانت، ولكن هو لو قرر بياخد القرار احسن. انا بلوم صاحب القرار، انا مش بلوم المرؤوس. انا استنى يا استاذ احمد يخلص، استاذ احمد الكلام مهم. انا مش بلوم المرؤوس، انا بلوم الرئيس. الرئيس في العلاقه هو الرجل،
هو صاحب القرار، هو اللي يقدر يعني يحل المشكلة، هو اللي يقدر ياخد قرار بالمشكلة. نرجع تاني ان دي الثقافه المجتمعيه، ده الواقع الموجود. بس الصح المفروض اتنين شركاء مش مرؤوس. أيوة ده صح في الكتب. لا لا ده صح في الحياه. انا بتكلم على الارض الواقع. لا ده لا ده صح، وهو ده اللي بيقلل نسب الطلاق على فكره. دكتور بين ما يجب ان يكون وجهه نظر حضرتك وما هو كائن بالفعل وجهه نظر استاذ احمد، اللي هو ارتفاع نسب الطلاق، هي دي الحقيقه. ولكن خلينا يعني أكيد حضرتك رئيس تنفيذي لجريدة كبيرة، جريدة الوطن، عندك ستات وعندك بنات وبياخدوا قرار وأصحاب مسؤولين. أم كلثوم كان أجرها أعلى من محمد عبد الوهاب، ليلى مراد كان أجرها الأعلى من كل النجوم في وقتهم. فإذا في التاريخ حتى في اللي حكموا الدول في التاريخ، بص على المرأة عاملة إزاي. أيوة، بص على أنجيلا ميركل وحتشبسوت وشجرة يعني مثال صغير يعني ميركل دلوقتي وتاتشر، بس دي تبقى نماذج فرديه. نيجي بس الواقع مش نماذج، ده هي النماذج اللي وصلت، اللي هي قدرت تاخد القرار. انت بصي في كام حاكم يعني الولايات المتحده الامريكيه دي، حد وصل اللي هي ملكه الحريات لحد الان في مراه ما وصلتش مثلا. انا بدي مثال يعني، قصدي النماذج اللي وصلت، فلما وصلت نجحت. ايوه بس ده مناخ ومجتمع، لكن هو المجتمع ما بيسمحش بطبيعته. يا استاذ سويرة انا قلت لك المراه في المجتمعات هي مرؤوس مش صاحبة قرار طول الوقت. حتى لما بنيجي نكرمها في السياسة بنقول نعمل لها كوتا في البرلمان، نعمل لها كوتا في الوظائف، نعمل لها كوتا مش عارفة يعني، بنعمل لها يعني هي ما لا تترك الأمور يعني. بس الصورة اختلفت دلوقتي، وخاصة في الأجيال الجديدة، بقى هم اللي بيختاروا يدرسوا إيه، وبقى هم بيقرروا يعني، ما بقاش قليل قليل. يعني في نسبة قدامنا فترة قليل قليل، لسه ما وصلناش لبره، بس قدامنا فترة. الصورة لما اتغيرت ده اللي بيخليه يصطدم كتير يا دكتور خالد مقلب. يعني البنت لما بقت عارفة إنها متعلمة عندها حقوق وبتدافع عنها وبتحاول تغير الموروث القديم الثقافي القديم، لا أنا مش مرؤوسة دايما، أنا ممكن أبقى على فكرة صاحبة قرار، ده بيخلي الجيل الجديد يصطدم. طبعا لأنه مش كله على ثقافة واحدة، مش كله على مستوى واحد. إحنا بنعيش في ما بين واقعين، واقع افتراضي اللي ما تخيله ونتمناه، واقع حقيقي بنعيشه. بنحاول نخلي الافتراضي يتحكم في الواقعي، ما بيمكنش في كثير من الحالات. ده غالبا الواقع هو اللي بيفرض علينا، لان ده اللي بنعيشه. طب هل ازاي نغير الواقعي؟ هل بالطريقه الافتراضيه؟ لا، بطريقه التفكير، بطريقه التربيه والتنشئه. يعني زي ما كنت بقول، يعني مثلا احنا عندنا نوعين من العقل، اللي هو العقليه الثابته والعقليه المتناميه. انا وانت كل احنا المجموعه كده لازم في حد عندنا بينتمي للفئتين دول. ايه الفرق بينهم؟ الثابته اللي هو مبدا اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش. طب تخيلي بقى لما بيجتمع مع العقليه الثانيه المتناميه، اللي هي ايه؟ المخاطره، المبادره، المثابره، اللي يقولك اتعلم شيء جديد، اتحرك. طب لو الاثنين مع بعض في حاله واحده في مكان واحد هيحصل ايه؟ لازم يبقى في ريزيستنس طول الوقت بلا كلام. هنا تنشا المشاكل، لان طبيعه الاثنين في اختلاف في العقل مش في المشاعر فقط. التشابه العقلي اللي كنت بتتكلم عليه. التشابه العقلي بالظبط، التشابه العقلي يكونوا الاثنين مع بعض. طب في علاج؟ نطرح القضية ونقول في علاج. طب هل إن أنا ممكن أغير عقلي من طريقة التفكير الثابت للمتنامي؟ لما يحصل تفكير متنامي أنا أستطيع. على فكرة إحنا مجبورين على كده، يعني إحنا ربنا خلقنا إن إحنا نغير عقلنا، قادرين على ذلك، مش ب100% ولكن دي نسب مختلفة. طب لما أنا أكون متنامي أجرب وغير وأتعلم وأكتسب وأتخلى عن ثقافة اللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفوش، جرب الجديد، شوف الجديد، إيه اللي بيحصل؟ إن أنا أتمكن أو أستطيع إن أنا أكون متوافق مع المتناقض. لو أنا بمنتهى البساطة عايز أفهم الناس البسطاء اللي بيتفرجوا علينا، يعني ممكن يكونوا عايزين يعرفوا أمثلة أكتر منها، فأنا أقول أستاذ كريم أنت النهاردة بتقول الدراما كوين دي إحنا كستات ملوك فيها. لو انا قلت لك انت وجهه نظرك كراجل عشان تحل لي فكره مثلا ان انا ابقى ست زنانه، انت مثلا النهارده قابلت ست مثلا نكديه، او ست تيجي تقول لك ده انا عملت لك وربيت لك عيال وين وين وين، لو انا هشيل ده، لو هشيل العاده السيئه اللي من وجهه نظرك دي عاده سيئه، احط مكانها ايه؟ اللي هي ايه؟ اللي هي النكديه؟ عاد ان انا النكديه، ان انا بكتاتيه، ان انا زنانه. من وجهه نظرك انت بتقول والله دي كلها عيوب انت بس بتقعدي تقوليها وما بتدوريش على حل. انا احلها معاك ازاي؟ يعني ايه الحل اللي يرضيك كراجل
اعمله، فما تقولش عليا في الاخر ان انا زنانه ولا نكديه. ما هو في مشكله قائمه، في مشكلة، يعني الزن ده في الفراغ ولا الزن ده بسبب شيء موجود عند حضرتك؟ يعني أنت لما تيجي تزني بتزني على إيه بالظبط؟ دي طريقة الاحتجاج، دي أه بالظبط، يعني هي لا تملك إلا هذه الطريقة للاحتجاج. أنا بالظبط، فأنا كراجل المفروض أعمل إيه لو هي دي موجودة؟ لا مش المفروض، قولي قولي لا 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 غيرها إزاي؟ استسمع حضرتك، إحنا بنقول إن ده موجود فعلاً؟ يعني هي زنانة فعلاً ولا أنا مفتري؟ لا أنت مفتري. انا مفتري يعني هي مش زنانه. لا ده طبعا هنحل المشكله ازاي مش موجوده. يعني ده طبعا، يعني مفترض ان حضرتك خلينا نقول في نسبه كده. هي هي الاستاذه مفيده بتقول ان انا راجل مفتري. ايوه وشايفها زنانه. ازاي احللها مشكلتها وانا مفتري؟ انا عندي مشكله اصلا. ما انت اللي عاملها، ما انت اللي موقف السكينه. يعني انت عمال تقول لي انا طول الوقت، انت عمال تتهمني ان انا ست زنانه. انا مش دي، انا دي تعبيري عن المشاعر. انا حاولت، انا قلت كده بالظبط. انا بكلمك، انا قلت ان المراه لا تلجا. استاذ انا كلامي على وجهه النظر دي، انا بقول ان المراه لا تواجه مشاكلها بمسؤوليه اكبر. خلاص بالمناسبه مشاكلها كبيره، مشاكلها ان المجتمع جزء فيها، ما بتواجههاش بمسؤوليه اكبر، وبتجد ان الافضل ليها، الاحسن ليها، الاريح ليها، الاقل مؤونه واقل تحدي ليها هي ان هي تشتكي. طب لو كان ده طبعها، هو ده اللي انا عايزه اوصله لحضرتك. انا مش بشتكي عشان انا بشتكي، انا بقول انا في الست كست طبعي كده. انا ابين لك لو جرحتني اعيط، لو غيرت اقول لك انت فين ورايح جاي منين وتيجي بكلمك. انا مش قصدي ان انا اضايقك، لنفترض ان دي غصب عني ضايقتك، اعمل ايه؟ حلوها لي ايها الرجال المحترمين. تحبوا نعمل ايه مع حضراتكم؟ نريح حضراتكم. هو مش راجل وست، هو شخص بيعرف يحل، يعني شخص ناضج، راجل او ست بيعرف يحل مشاكله ولا لا؟ خليني اتكلم، خليني بلاش تقول لي راجل وست. قول لي انت كراجل. انا كراجل، انا كست بقول لك والله انا مش قصدي، بس انا عايزه اريحك. اريحك ازاي؟ ما تيجي نقعد نتكلم، ايه المشكله؟ يعني انت ايه اللي مضايقك؟ فلنفترض مثلا اكزامبل بسيط جدا جدا جدا، انا مثلا راجل خطبك، قلت لي اسم صح فخطبنا بعض، بعد ما خطبنا بعض رحنا عند محل انت كل مره ما يعجبكيش، انا بيعجبني، مش عاوز اروح عنده، مش عاوز اروح عنده، وانا بصمم، رحت انت بقى عيطتي وكتبت على الفيس ومش هنقعد مع بعض ومش عارف ايه. طب ما دي غلطتي، ده هنا عندي حاجه بقى، مشكله مثلا عندك انت، انت مثلا مصممه ان احنا نروح المحل الفلاني وكل مره نروح، وانا اقول لك لا امكانياتي الماديه، اقول لك مثلا لا مش مناسب، لا مش حلو، ما اقعد اتكلم معاكي بقى. المشكله بقى مش راجل وست، انت دماغك متحجره بقى، عند في مشكله في الايجو، بتستمدي قوتك ان انت تشتكي. ده موضوع بقى ملوش علاقه براجل وست، دي علاقه بالشخص ذات نفسه. وحلو في الحوار طبعا، لازم الحوار، واحنا قاعدين عشان الحوار، وهو الدنيا بتمشي حوار. بس اللي هي استجمة، انا فوق وانت تحت، انت زنانه وانا مش زنان، انت عندك مشاكل. يعني في جمله وانا داخل في الاستوديو، في واحد بيقول واحد بلاش شغل الحريم ده. ايه شغل ايه هو ايه شغل الحريم؟ الحريم دلوقتي معلش، معلش هو ايه شغل الحريم؟ يعني ايه شغل، يعني ايه كل، وده مصطلح ما بلاش تعيط زي كده. طب ليه مش متربي كويس بتاع مع الحريم دمك والحريم دمي؟ هل اللفظ اللي حضرتك بتقوله ده لفظ مش وحش؟ لا بقى مش لفظ، مش انا مش بتكلم. هل اللفظ ده مهين بالنسبه للراجل؟ يعني ان الواحد يبكي زي الستات، ده انا بعتقد منتهى المشاعر والاحساس، لان الست هي اكتر واحده حاسه بتعيط عليا. هي دي مشاعر، اصل مشاعر طبيعيه. طب ليه احنا واخدينها في مجتمعنا على ان هي شتيمه او انها اقل؟ يعني انا زي ما قلت، دي من ضمن الثقافه اللي احنا متربيين عليها كلنا، انا بسميها ثقافه الشرق الاوسط، ان هي الثقافه اللي هي المراه دايما بتعامل معامله الدنو الادنى في كل شيء، ده درجه ثانيه، درجه ثانيه، ده حقيقه يعني. طيب ما هو احنا محتاجين نغير هذه الثقافه، والاستاذ كريم الوعي قال الوعي. الوعي الوعي طبعا، الوعي هو الحل طبعا. الاستاذ كريم قال دلوقتي في فكره ان الست هي بتلاقي الملجا بتاعها والملاذ على فكره، برضه الثقافه الدينيه شاركت في الثقافه دي على فكره. نعم الثقافه الدينيه في كل الاديان شاركت برضه في ترسيخ المفاهيم دي. الثقافه الدينيه المغلوطه، المغلوطه، المغلوطه بغض النظر، في كل الاديان، في كل الاديان ده حقيقي، بتعامل المراه في بعض المفاهيم ان هي اقل وادنى. بس فهمنا برضه لان دي ساعدت على انتشار الثقافه دي. هاخد من الاستاذ كريم فكره ان النضج العاطفي عند المرأة أقل، فهي بت بت
الصراخ او الكلام او الفضفضه او الشكوى او التذمر. احنا بنسال. لا صح انا فهمت السؤال. انا معترضه اصلا. ما بتحلش. ما انا بسال. انا معاكي. انا بس معترضه على فكره ان انا عندي نضج. انا عندي قله نضج عاطفي. لا انا ما عنديش قله نضج عاطفي. انا نضجي بعبره بالطريقه دي. هل ده قليل يعني؟ فاهمه قصدي؟ انا مش قليله النضج. اي حد عنده نضج هيعرف يتعامل بشكل يرضي كل الاطراف. يا استاذ زهير الفكره بسيطه. ان احنا نؤمن ان احنا شركاء فقط. شركاء مش رئيس ومرؤوس. الله. ده الموضوع ده سهل. الموضوع سهل على فكره. اللي قاله كرولس من الاول. ما هو ده كلام الكتب اللي بيقوله الاستاذ كرولس. بس انا بقول لك حركه الواقع ما بقولش كده. فاهمين. يعني انا مثلا لو انا نفترض انا عندي شركه. وشركتي زميله ليا كانت في الجامعه ولا. انا هل هاخد قرار في الشركه دي الا بموافقتها؟ طبعا لازم انتوا الاثنين. لا في الشركه احنا لا ما بيحصلش كده. لا لو في شركه لو احنا عاملين مشروع بزنس. انا وهي. انا وهي احنا شركه بزنس. هتعملها كشريك مش فريق في كل حاجه. بالظبط. طب هات المفاهيم دي روح بيها بقى على البيت. الزواج بقى. هل هي شريكه؟ ازدواجيه. مش شريكه خالص صدقيني. مش شريكه بالمره. في كل شيء. طيب احنا رهينه يا دكتور خالد حاجه قلت الحاله المزاجيه. هي الست احيانا او بشكل كبير رهينه الحاله المزاجيه للرجل؟ لا وحتى ولا هي ما بتفهموش؟ هو هنا عدم القدره على فهم واستيعاب وتقييم نفسيه الشخص من الطرفين. يعني ده مش عيب واحد فيهم الاثنين. لا ده عيب مشترك ما بين. عشان كده بيحصل نوع من الخلاف. واذا كنا احنا بنتكلم في نقطه احنا مجتمع ذكوري ما زال. يعني ذكوري يعني ايه؟ يعني بيشجع الصفات الذكوريه الشجاعه والبتاع. والراجل هو اللي لذلك ان البكاء يعتبر انك انت مش مفضل. ده من وجهه نظر المجتمع الذكوري. احنا محتاجين ده عيب في المجتمع كله مش في مش مش في شخص. لابد ان احنا نغير. طب هو المجتمع انا وحضرتك واستاذ احمد واستاذ كريم واستاذ ودكتور كرولس احنا لازم نغير. ما هو المجتمع مش حاجه هلاميه. يعني انا هديك مثال. احنا المجتمع مثلاً. يعني مثلا في مفاهيم. المفهوم كان يقول ايه؟ يقول تجميل المظهر الرجولي يقابله الانوثه الشرسه. يعني ايه تجميل؟ وبعدين يظهر مصطلح تاني يقول لك ايه؟ الحطاب المتانق. خلينا هو ده مجتمع. الكلام اللي انا بقوله ده فين؟ حد يقول لي ادينا مثال. المظهر تجميل المظهر الرجولي. شوفي افلام زمان في الفيلم. شوفي رشدي اباظة. شوفي شكري سرحان. شوفي الاناقه بتاعت الشخص. مش ده مش كلنا او كل الستات اللي زمان حلم. حلمه بالفتى الاحلام من ده. طبعا. لان كان المجتمع في الوقت ده بيعمل ايه؟ بيجمل المظهر الرجولي. طيب حتى لما يظهر شخص زي مثلا سيد والامور دي كلها هنا بيبقى واخد الزاويه. لازم جنبه لازم يظهر جنبه الشخص عشان التباين. طيب واحده أنا ضعيفه بتقول حاضر وبس. انا عايزه بس بالظبط. واحده ثانيه بترفض وتطلب. شفت ده المكان المجتمع. كان المجتمع بس احنا يعني بنركز على جانب معين. طب الجانب اللي انا عايزه اخش فيه جزء ثاني. طيب هو قال تجميل المظهر الرجولي دي حاجة وقال حاجتين كمان. ما هو الحاجة التانية اللي هي الأنوثة الشرسة. بدأت تظهر الأنوثة الشرسة دلوقتي. بدأت يبقى في نوع من التنافس يعني في الجمال وفي تنمر لا بقى في إن الست لازم تبقى تقاتل زي الرجل. لا يعني يبقى في نوع من يحصل عكس. عايزين نبادل أدوار. الست تبقى رجل والرجل يبقى ست. لا ده مش ده التكامل. التكامل شوفي في فرق بين التطابق والتكامل. تطابق المجتمع هيبوظ. طيب تكامل أنا يعني انا بنكمل بعض. لازم نكمل بعض. انا عشان نكون مشكله كبيره هي اني مش فاهمه نص الكلام اللي بيتقال. بس انا ده كلامي انا اللي مش واضح. انا بحاول اوصل. لا هو عشان مش عاجب حضرتك بس. لا مش عاجبني. لو مش عاجبني هقول لك يعني. لا تقلق. لكن انا هحاول افهمه بالطريقه اللي انا هقرب منها اكتر. هقول لو الراجل بيبقى عنده الطباع اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي زي الزن او نكدي او مبكتاتي دايما ما بيتعرفش على ان هو حاجه كبيره. دايما احنا كستات يتقال لنا ايه؟ اصبري هو كده طبعه كده. في المقابل لما يتقال على ست ان هي مبكتاتيه ونكديه وزنانه ان دي عيوب قاتله وعليك التخلص منها.
الحل ايه من تخلص من مين؟ من الست ولا من العيوب؟ لا من الست. اتجوز ست تفهمك، اتجوز ست تهننك، اتجوز ست احسن منها. لا ده في 10، لا ازاي ده انت حد في الدنيا ينكد عليك؟ ده انت كل الفرح كله. طيب انا هبدا من كلمه اصبري. اصبري لحد ايه؟ دايما يكون اي شيء في الدنيا ليه اجل، ليه اجل. اصبر حتى يتغير التغيير. خلاص انا اختياري من الاول خطا، انتهت المساله. مظبوط جدا. تحمل عنك انت. هنا مش الصبر، هنا التوافق وتعديل. لو انا عايز اكمل الصبر معناه ان انا اصل الصبر ده في نوع من الالم، لذلك بعد الصبر الرضا. عشان ما تحسش بالم يبقى خلي الصبر على جنب وارضى. قادره توصلي للرضا وتبقي معجوره ولا نكمل. تتفضلي تمشي؟ بالظبط. فكلمه الصبر دي كلمه خطيره. معالجه الامور بالصبر فقط معالجه مش صحيحه. صحيح. اذا الصبر مش بس، لا لا لا، الصبر والحوار. فهمونا غلط. بالظبط كده، فهمونا غلط. يا اما نصبر ونكمل. القانون، اسكت. لا، القوانين لازم تنصف في العلاقات دي. فين الدلع في كلامكم كلكم انتوا الاربع رجاله؟ يعني ايه دلع؟ فين الدلع؟ يعني ايه دلع؟ يعني ايه دلع؟ يعني ايه دلع؟ يعني ليه دايما تقول ما اعرفش اتكلم في حد يتكلم؟ لا، انت من الشخصيات، الشخصيه كشخص، انت مؤمن بان المراه لازم تتدلع ولازم تحترم. صحيح، تحترم ولازم يبقى عندها المكانه. ليه كله نيجي نتكلم في كل الكلام ده مفيش حد راجل يقدر يقول لي لا ولازم ندلع الستات عشان ناخد اللي هم عايزينه؟ هو الدلع ايه؟ هو الاحترام. يعني ندلع يعني نعمل ايه؟ مش فاهم. طب انا اللي انت قلت عليه كله ان هو ينتبه ان في مشكله ويحلها. طبعا طبعا. بس خلي بالك ساعات الدلع بيكون مخدر. يعني ساعات الدلع اللي هو فكره انا عندي مشكله حقيقيه، لا تعالى اخرجك، انا عندي مشكله حقيقيه. انت قلت الراجل اللي شايف ان في مشكله في الست دي بتبالغ ان هو محلش مشكلته معاه. بالظبط. استاذ احمد، الاحترام والتوقير. انت فاهم الدلع اللي انا قصدته؟ بالظبط، انا فاهم ده. الاحترام العالي بقى والتقدير طول الوقت. يعني اقدرك شريك معايا في كل حاجه، في كل شيء. ليه ده ما بيحصلش للستات؟ للثقافه المجتمعيه. ما انا قلت حضرتك في اجزاء ثقافه مجتمعيه، ثقافه دينيه، كل ده عامل العلاقه دي. العلاقه اللي هي مش يعني مش صحيحه. المفاهيم المغلوطه للدين زي ما يكون هو صغير. يعني بيقول خيركم لاهلي الرسول عليه الصلاه والسلام. انت كون خير الناس لاهلك، اعمل لها ده كلام توافق زي ما الدكتور. بلاش نتطابق بس نتوافق. افهم انت فيكي ايه حلو. استاذ احمد بياخدنا لارض الواقع. من ارض الواقع يا استاذ كريم. انا كنت بتكلم على فكره. انا اسف. في حاجتين لو تصلحوا هيفكوا المشاكل دي كلها. المفاهيم الدينيه والقانون. المفاهيم الدينيه اللي بتخلق الثقافه والقانون. ايوه، بس هو القانون لو دول يرفعوا الوعي جدا ويظبطوا العلاقه اللي هي مش مهمه. القانون هيعمل تشريعات. لا، القانون هيعمل تشريعات طبعا. ممكن يعني مثلا تعالي مثلا، عايزك يا دكتور تعالي مثلا في قانون الخلع والزواج والطلاق وكده. تعالي نحل. انت لحد الان مصمم على ان الراجل لما يقول طالق لمراته يبقى تطلق، يبقى شفهي. بتروح عند القانون لك ما اعرفش الكلام ده كله. تعالي روحي بقى في المفاهيم الدينيه. احنا الطلاق الشفوي ده لا يقع. ده لا يقع. المفروض لا يقع. الناس العقلاء بيحاربوا ده جدا. وبالقانون الراجل مش هيعمل نص الاجراءات التعسفيه اللي بيعملها مع المراه في اي حاجه في حياته، لانه هيعرف ان في حاجه هيرد عليها. يعني لا ينفع يروح يتجوز عليها ويقولها ان كان عاجبك يا تقعدي يا تطلقي يا اطلبي خلع. لا يا حبيبي هاتي نص فلوسك. القانون في صفه. القانون كتشريع في صفه، والقانون الذهني للمجتمع بما فيهم المرأة لصالحه برضو. على فكرة المرأة على فكرة برضو متطرفة. أيوة، خليني أقول لك برضو المرأة متطرفة. لا، المرأة متطرفة. لما تروحي برضو في العادات والتقاليد اللي هي متطرفة وفي الدين متطرفة، على فكرة بتكون أكثر تطرف من الرجل بالمناسبة. يعني عشان بس أنا شغل طيب يعني تطرف. عندها مبالغة. أنا تخصصي في التطرف والإرهاب. فالمرأة نفسها برضو بتغرس ده من في برضو. المرأة متطرفة، عندها تطرف. عارفة الحاجات، القيم اللي احنا عايزين نرفع الوعي فيها في الشراكة هي بتحاربها. الست بتحاربها. بمعنى ايه؟ ادينا مثال يا استاذ. ادي حضرتك مثال. يعني مثلا لما في الصعيد مثلا او في الريف، البنت يعني بتجبر على زيجات. حتى الان تجبر، والام تساعد على ده. الام اللي هي المراه. المراه نفسها. لا لا، تقول لك لا انا عارفه ما عندناش. الكلام ده لو مفيش الكلام ده ولا يؤخذ رايها ولا هو اصلا المراه هي اللي بتربي الراجل ان هو الطاووس. والثقافه دي اصلا زرعها الست مش الراجل. فالمراه برضو هي جزء من هذا الخلق من الثقافه اللي هي بتعود في الاخر بتعاني منها.
في الاخر هي بتعاني منها. لما بيرتفع وعيها ولما ثقافتها بتزيد ولما بتضجر وتئن وتتكلم نقول لك لا ما انت شاركت في الثقافه دي. ولذلك المراه العاقله بتتطلق وتستقل ماديا وتقعد في البيت مالهاش علاقه بالراجل. اللي هي بترى ان مشاكلها كلها في لما تتزوج الزيجه وبتبقى انجح طبعا لان هي بتتخلص بقى من شريك مش شريك بتتخلص من زوج لا من اللود. كريم مش طايقنا لا خالص. انا عاوز اقول لك حاجه بس من النقطه دي. طب ممكن بس كريم عشان بس النقطه دي بس اللي هو لما قلت لحضرتك لا في زيجات او في علاقات بتكمل يعني في جمله بتقول عاوز تمشي اسرع امشي لوحدك معاكي عاوز تمشي لبعيد امشي معاك حد لا وحياتك بنمشي لبعيد لا لا في ناس بتزق في ناس شريك بيزق بس اللي بقى اسرع ولبعيد نرجع على التوافق وبناء البيت والاسره بالظبط. احنا هنيجي الاستاذ خالد هو طالب الكلمه بس هنروح للاستاذ كريم استاذنك. لا اتفضل استاذ. لا لا اتفضل استاذ. مستمتع جدا استاذ كريم. الواقع بما انه استاذ احمد بيجيبنا الارض الواقع المرير الواقع بيقول ان الراجل دايما بيستقبل ان وراء كل مصيبه امراه يعني لا قدر الله. لا لا الواقع بيقول كده يعني مثلا الراجل لو ابنه لا قدر الله ما جابش نتيجه كويسه او ما نجحش او في اي مصيبه حصلت ينسب للام. انا عمري ما عملت كده. لو بنتكلم انا نموذج مش انا نموذج مش انا نموذج معقد بس مش في رجاله لا انت مش معقد انت صريح معايا. لا انا مش صريح. انا عايز افهم احنا بنتكلم. انا لما اتكلمت قلت ان المراه مشكلتها ان هي بتدافع عن حقها بشكل غلط بتلجا الى ان هي تكون اكثر مظلوميه. ما قلتش ان هي وحشه شيطان. انا قلت ان هي ما بتقدرش ما بتشتغلش على ان هي تاخد حقها بشكل صحيح. طيب ده اللي انا قلته لما نتكلم يا استاذ 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 يا استاذه بعد اذن حضرتك الوعي بالمشكله هذه اول نقطه. يعني الحوار اللي قاله الدكتور طبعا الحوار اقامه حوار ده امر يقينا لابد منه ان احنا ناخد وندي ونتكلم. انا ضد يعني ضد كونسبت اتقال النهارده هو فكره انه الاثنين زي بعض. لا هم الراجل والست احنا اعلى بيكملوا. لا لا ومين قال ومين قال ومين قال ان يمكن الست اعلى زي بعض. ما بقول لك الدكتور قال توافق مش تطابق. الدكتور قال توافق. ما هو عشان كده كنت عايز اسمعه الحقيقه لان هو في الجزئيه دي عايزين نسمعك برضه. في الجزئيه دي هو وزنها الوزنه الطبيعيه بتاعتها ان الست ليها كل حاجه مختلفه عن الراجل. الست مختلفه عن الراجل والراجل مختلف عن الست والاثنين بيضطروا ان هم يركبوا في سفينه واحده وفي واحد بيقود هذه السفينه ولا يمكن ابدا ان الشخص ده يستغنى عن الشخص ليه الاخر. ليه دايما قائد السفينه رجل؟ ليه؟ اهلا وسهلا. لا انا بالمناسبه عايز اسيب ايدي. انا مش عايز اسوق. لا انا والله عايز كده. قائد السفينه رجل. في ستات هي اللي بتقود لا البيت. وجهه نظري. ايوه يا فندم ده بالنسبه قليل لكن معظم الوقت لما بنيجي نتكلم عن السفينه والقائد لازم نبقى بنقول انه رجل. ولو احنا قلنا ان قائد السفينه هتبقى ست هيقول لك ده جوز الست. انا بتكلم غلط ولا انا صح؟ مش صحيح يا استاذ. لا يا فندم ازاي؟ ازاي؟ طب صحيح ازاي؟ بنسبه قد ايه الستات ممكن هم اللي يقودوا السفينه ويبقى الراجل موافق؟ وليه ما نقودش احنا الاثنين؟ بالمناسبه هي احنا الاثنين يا استاذ. هي احنا الاثنين. هي مش هتغرق لان ده البيت. بس في النهايه انا اختلفت مع حضرتك. احنا اختلفنا في النهايه في قرار واحد بس هيمشي ولا اللي هو ولا بتاعك ولا بتاعي؟ مش شرط يا استاذ اتناقش مره عليا ومره عليك. بس في النهايه يا استاذه في النهايه في قضايا انا اللي بتحمل مشكله تصحيحها. ليه انت اللي تتحمل مسؤوليه تصحيحها؟ ليه هو ده سؤال افتراضي على فكره. انا مش يعني مختلف انا ومراتي يعني في المدرسه. يعني ليه ما يبقاش انا وانت نتحمل حاجات المصيريه زي المدارس او يعني انا ومراتي التعليم. انا ومراتي اختلفنا في المدرسه مثلا. انا عايزه في مكان قريب. انا مؤمن ان التعليم كله زي بعض مثلا وهي مؤمنه وهي لا هي في مدرسه مش عارف فين منهج ايه بروفيشنال ايه ملوش حل. فاختلفنا انا وهي. ده اختلاف قائم لابد ان هنحسمه. هي مش مقتنعه بكلامي خالص. وجهه نظر مين اللي اتعملت؟ انت راي حضرتك وجهه نظر مين؟ الام لازم انا الام هي اللي مشت. طب حلو في القضيه دي. ليه الام هي اللي مشت في القضيه دي؟ عشان هي اللي هتذاكر العيال. عشان هي المتحمله المسؤوليه الخاصه بالاولاد. دي مسؤوليتها هي. هي هي اللي انا هقدر اتكلم معاها لما يحصل مشكله ما في دراستهم.
واقول لها اه بصي شفتي ايه المسؤوليه. ايوه استاذ زي ما انا بقول في قرارات ثانيه بالظبط يا استاذ زي لا وانا شريك يعني هفضل طول الوقت شريك بس في النهايه انا اللي هقول لها لا هنا بقى انت كنت غلط في الجزئيه دي ومش غلط يعني هقف اقول يعني هتقف مش هتشفى فيها يعني التعبير بقى هنا بس في النهايه في النهايه طيب. الحياه المركب دي في مسؤوليات طول الوقت الراجل في جزء كبير جدا هو اللي بيتحمل مسؤوليه دفع ثمن القرارات اللي بتتاخد في الحياه بشكل عام. ايوه ده في مجتمعنا بس في مجتمعنا ممكن بس لا ليه؟ لان في صوره تانية مشابهه لحضرتك لست مطلقه عندها اولاد قررت ان هي تختار المدارس والاكل والشرب وتحوش وتبيع. ايوه ست الدنيا ايه فين المشكله يا استاذ؟ متفوقه فاللي حضرتك بتعمله اللي انا عايزه بس اقوله لحضرتك اللي حضرتك بتعمله والقرارات اللي حضرتك بتاخدها استطيع ان انا اخدها زيك بالظبط بالعكس انت وانت مش موجود هي مش يعني لازم تطلع انا مش قصدي ان انت وحش وانا حلوه انا قصدت اقول انا اقدر اخد نفس القرارات بنفس احنا الاثنين نقدر في البيت يا استاذ احنا الاثنين نقدر يعني احنا طول الوقت بنختلف كل يوم انا ومراتي بنختلف وده طبيعي في قرارات في الحياه في النهايه هنقعد عند كل نقطه نتكلم ليه انت وليه انا يعني لا. هل ده منطقي لا. لا. حياتنا تفضل كده حسسني ان في اوقات انت راضي عن قراراتي وسايب لي الهاند فري من غير ما تتهمني دايما ان انا يا اما ناقصات هرموناتي في الوقت ده ما بتبقاش متظبطه يا اما انا عندي مشكله ما فانت من حقك هنا ان انت تاخد القرار ليه لان انا في الوقت ده اللي انت مقرره لا استطيع هو ده الظلم هو ده اللي انا هو ده اختصار كلامي اذا حضرتك عايز تقولي انه اختصار كلامي الست مجنونه فبالتالي الراجل هو اللي ده اللي انا قلته ان هي هرموناتها وان هي مش لا راسية ان انا في الهرمونات دي خالص اخد ان انا في اوقات ما ببقاش متزنه طبعا وده يديني انا جزء مهم جدا من احتوائها. الكلمتين اللي حضرتك قلتيهم من دقيقتين بتوع الدلع فين الدلع يا جماعه؟ ما حدش كلمني عن الدلع. ليه دلع؟ اشمعنى ندلعك ليه؟ لان الست المراه مقبوله على الدلع. الست بتحب لا بتحب تتدلع ايه اللي لا بتتهمنا يا استاذ لا هي بتحب تتدلع ومن حقها تتدلع ان هو يسيب الست ويديها استماره ست اول حاجه بيقولها اصلها ما بتدلعنيش فعشان لا كلام مش صحيح انا لما سالت عن الدلع سالته لان هو حق مكتسب ليا زي ما انت شايف ان هو حق مكتسب لحضرتك لا 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 حق مكتسب للست اكتر لا يا استاذ انتوا ظلمه بس استاذ لا 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 الدلع مخلوق للستات ومن حقها ان هي تتدلع ومخلوق للرجال ايضا ومن حقها ان هي تتدلع ولازم الراجل هو اللي يدلعها ولازم ان هو يحتوي مشاعرها ولازم ان هو يتفهم كل ده فانا لما بقول ده يا استاذ سيدتي الكريمه انا لما بقول ده مش مشكله عندي بس الست مش زي الراجل ده اللي عايز اقوله طبيعتها مش معنى ايه بس زي الراجل يعني هي اقل منه ان هي اقل هما الاثنين كل واحد ليه هي كمان بتقارنها كنت عايز رايكم برضو الحاله المزاجيه هي كمان هو بيراعيها في الحاله المزاجيه يعني هي حضرتك قلت هي بتراعيه لما يكون متعصب هو يراعيها لما يكون عندها تغيرات في الهرمونات او لسه والده او كده بيراعيها في الحاله المزاجيه ولا الرجل احيانا بس هو المفروض لان احنا اتفقنا ان هو الفكر التشابه العقلي والتشابه العاطفي لو كان في درجه عاليه لكن هتكلم بالنسبه عايز اتكلم في الدلع شويه بالنسبه في فرق ما بين حاجتين ما بين الدلع والتقدير لو انا سالتكم كده سؤال التقدير اهم التقدير. لا الدلع طب انا هقول انا اوكي انا بقدر لما تقدرني على الدلع عرضت عليكي اختيار واحد تختاري بديل من الاثنين نطلع نتعشى بره او محتاج اتكلم معاك في موضوع مهم الله. عشان اخد رايك نقعد نتكلم طبعا في العشاء ولا الرأي نقعد نتكلم لان ده هيحيي الحياه الزوجيه كلها الاثنين صح كده لا انا اختار واحد بس علينا اختار واحد حسب انت متربي على ايه انا عاوز اتكلم انا عاوز يعني المتعه الجسديه او المتعه الماديه بتاعتي اخرج واكل واتفسح بس انا عاوز انمي ده انا عاوز ده يتشبع هقعد اتكلم حسب الست انا يا اخويا هخرج واتكلم بنشكر حضراتكم ميرسي جدا جدا على هذا الحوار الممتع الواسع في وجهه النظر وبشكركم انكم تقبلتوا اعتراضي لان يعني ما احنا ستات برضه من حقنا انا ما تقبلتش على فكره حضرتك طبعا المره الجايه اوعدك ان انا تحت امرك اسمعك واتقبل وجهه نظرك واتناقش وهو ده الفرق ما بيننا وبين الراي الاخر احنا كستات دايما 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 صدرنا واسع للنقاش لكن انا غطرسه طبعا ولكن الرجل دائما وابدا شايف ان هو ما خدش حقه طب استسمحك يا مفيده جمله اخيره للرجل
مش للست. هو بنسبه كبيره مش عارف يدير. هو مش بدليل المشاكل المجتمعيه اللي بنشوفها دي. دكتور خالد هي كلمتين اتنين. احتضن عيوبك. احتضن عيوبك. بشكر دكتور كرولس. خليك عادل وخليك انسان بس. استاذ كريم. نفس الشيء خلاص يعني في الاول وفي الاخر ما ترتضي لاختك اللي انت بتحبها. لا لاختك لبنتك. انا عندي انا مخلف بنات لبنتك اللي بترتضيه وبتحبه وبتشوف انت عامل معاه ازاي. هو ده اللي بترتضيه دايما. بدل الكراسي. بشكركم شكرا جزيلا. وبعد الفاصل تعالوا مع بعض على مطبخنا. وبنرجع مره ثانيه مع حضراتكم ومطبخنا. منورانا فيه ياسمين يوسف. اهلا وسهلا بيكي ياسمين. اهلا. كل سنه وانتي طيبه حبيبتي. انتي طيبه. نرحب بيكي ياسمين منورانا. ميرسي. اول مره في الستات؟ لا ثاني مره. ازيك يا ياسمين؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ صفحتك ايه بقى؟ شاف ياسمين. كويس. سهله وبسيطه ومختصره. بس بالظبط. والشاف ياسمين النهارده عامله لنا فراخ على الطريقه اليوناني وترايفل مانجو ومخيطه بطيخ. يعني عملنا اكل وحلو وشرب. بالظبط. صح كده؟ صح كده. انا قلت احنا داخلين على العيد والناس بقى بتحضر نفسها عشان الحاجات التقيله، فنعمل حاجات خفيفه صيفي كده فريش النهارده. طيب احنا نبتدي اول حاجه. الفراخ اللي انت عاملاها لنا على الطريقه اليوناني، ايه الفرق؟ اكيد فيها زبادي يوناني. لا ما فيهاش زبادي يوناني، هيبقى جنبها زبادي يوناني. أوكي. بس هي يعني روح المطبخ اليوناني زيه زي مطابخ كتير قوي من دول البحر المتوسط في الحاجات الفريش وفي الليمون وزيت الزيتون بالذات. اوكي. فهي احنا مش هنعمل فيها حاجات كتير، هي هتبقى سهله جدا وبسيطه، وتتبيلتها هتبقى مجرد ان هي بتديها حاجه فريش خفيفه، مش انها بتغطي على طعم الفراخ نفسها وبتغيرها ولا تماما ولا كده وبتاع. لان انا يهمني انا الشيش طاووق بالنسبه لي لازم يبقى جوسي كده. طيب فكره انها جوسي او لا ده بيجي من حاجتين. من السوى بتاع الحاجه على النار، ان انا ما اخليهاش تبقى اوفر كوكت فتنشف. انا هبتدي بس اشتغل. اوكي. ملح وفلفل طبعا اول حاجه. والحاجه الثانيه التتبيله. لما بنتبل الحاجه بنتبلها عشان دورين. الدور الاولاني لو انا عايزه اعمل لها شخصيه معينه، عايزه اخليها ايطالي مغربي صيني ايا كان. والحاجه الثانيه ان انا ممكن اكون حاطه لها في التتبيله نوع من انواع التندرايزرز او المطريات، زي مثلا الاحماض. انا النهارده هحط ليمون وهحط ليمون كتير عشان عايزه طعمها يبقى باين فيه الليمون. واكل اليونان عامه معظمه بيبقى كده. الحاجه الثانيه اللي ممكن تطري برضو الزبادي او الحاجات اللي زي الرايب وكده اللي فيها كالسيوم. الكالسيوم زيه زي الاحماض بيكسر البروتين وبيخليها طريه. وليمون هحط شويه بابريكا. بابريكا حلوه مش حراقه. حلوه وبتدي طعم مدخن. بتدي طعم مدخن بالظبط. ولو مش مدخنه بتدي لون حلو، لانه فراخ فيليه زي دي مش هتقعد كتير قوي هنا ان هي تلون لوحدها، هتنشف. وهحط شويه ثوم. كل ده في التتبيله؟ لا لا بالظبط. اوكي. يعني تقريبا فصين كده. دوق. دي ايه دي؟ انهي دي؟ دي فلفله حراقه مجروشه. دي اوبشنال طبعا، يعني انا حاطه حاجه صغيره قوي مش عشان تبقى حراقه، بس عشان تدي بس يعني كيك كده. بالظبط. واخر حاجه هحطها بشر الليمون، يعني عصير ليمون وبشر ليمون عشان احنا عايزينها تبقى طعمها ليمون قوي. اوكي. الزيت اللي هناك ده ايه؟ ده لسه للسالد نفسها الدريسنج بتاعها. اوكي. اوكي. وهنا شويه زيت زيتون بس. زيت الزيتون برضو في التتبيلات او اي زيت فايدته بتبقى انه لو حطينا احماض كتيره وسبناها وقت طويل بيبتدي يعمل نوع من انواع ان هو بيسوي الفراخ، بتبتدي تغير لونها، فده بيعمل زي طبقه عازله كده ما بين ده وده يخليها تستحمل ان هي تقعد شويه مع الحمض. انت اسمك شاف ياسمين على الانستغرام؟ انت جيتي لنا تاني قبل كده؟ جيت كنت موجوده؟ عملت متاكد ان برياني وصل اي درجه، يعني احنا بنوصل. عملت برياني يومها وباناكوتا وسلطه كده كانت بالخضار المشوي. أيوة. كانت حاجه شتوي كده. وكمان باناكوتا اللي بدي كورسات. مؤخرا بقيت قبل كده كنت بدي بس للناس البروفيشنال كنوع من انواع التريننج. المهمه اللي انت بتركز عليها في الكورس للناس اللي هي عايزه تتعلم او تعرف حاجات او تضيف لها حاجات جديده. في اساسيات يعني على حسب طبعا نوع الكورس نفسه،
بس من الاساسيات مثلا فكره التعامل مع البروتينات، ازاي اخليها تطلع تندر وجوسي بعد السوى، وعلى حسب بقى نوع الكورس، لانه كل حد بيبقى جاي. يعني اخر كورس عملته كان كورس سلطات. اوكي. طب والفراخ دي ممكن بس عشان تطلع زعتر، الحاجات اليوناني دايما بتستخدم فيها الزعتر. اه بس انا عملت الزعتر المره دي في الدريسنج هنا، هرشه في الاخر خالص عليها عشان تبقى. يلا حطيه حطيه عشان يسخن. اوكي كده بتستوي من جوه كويس يا ياسمين ولا؟ بتستوي من جوه كويس، اهم حاجه ان انا اقلبها كويس. تتقلب على بالظبط على الاربع نواحي، لان دي تخينه، دي مكعبات مش. أيوة. برافو عليك. يلا الطبق شكله حلو. ستات هنا كل حاجه اكيد. حتى انت بتاخدي بالك يا ياسمين، وكمان بتقولي للناس في الكورسات على فكره الفروق، ان احنا مش المفروض الحاجه تتحرق عشان اللون ده غلط جدا. اكيد بالذات لو كانوا بيشوا على فحم كمان. بالذات لو كانوا بيشوا على فحم اكتر يعني بكتير. بس الحرق طبعا بيحولها لسكر تقريبا. لا بالظبط، هو الحرق ده بيبقى ان السكر. كل الدراسات الخاصه بالسرطان بتشاور على الحتت المحروقه، المحروقه في اي حاجه، في العيش او في اللحمه او في اي حاجه بنشويها، لازم ناخد بالنا نشيل الحاجات السوداء دي، مهمة جدا، خطر جدا جدا على الصحة. حتى السكر اللي بتحرق؟ لا ما هو لأي درجة السكر اللي بتحرق قصة تانية، وما بيوصلش كده. بالظبط. هي الطبقة دي. أوكي. الطبقة دي هي اللي بتعمل مشكلة. عايزين نعمل الحلو بعد كده، بس نطلع يعني بعد الفاصل. احنا خلصنا دلوقتي احنا خلصنا الفراخ، مجرد ان انا هقلبها بس هنا لحد ما تستوي. هتعالي نعمل الزبادي. الزبادي معمول الزبادي والبتاع التاني اللي بتعمل. اوكي. انا سالتك عن الزيت ده، قلت لي ده للزبادي. لا مش للزبادي، ده دريسنج احطه على يعني على الطبق ككل بعد ما نخلص. بعد ما احنا قدمناه. بالظبط. انت هنا حاطه معاه زبادي وسلطه عاديه. حاطه سلطه عاديه، حاطه لها زيتون عشان تبقى شبه الجريك، ما حطيتش جبنه لان اوريدي فيه بروتين من الفراخ ومن الزبادي. بقى تروح ترشيه على الاكل كده عشان نطلع فاصل بعد ما ترشيه. ايه رايك؟ اوكي. ده ولا اي حاجه، ده عصير ليمون وشويه زيت زيتون صغيرين قوي وزعتر. اوكي. 100 100 كده تبقى الاكله الاولانيه كده كملت. نطلع فاصل، ايه رايك يا سمينه؟ يلا بينا. يلا يلا فاصل، ونرجع بعد الفاصل نعمل لكم الحلو بتاعنا والمخيطو البطيخ. التتبيله على الفراخ حكايه تحفه يا ياسمين، حكايه. روزميري وحاجات تحفه. تسلم ايدك يا احنا بناكل اهو. احنا بقى عايزين نشوف الحلو اللي طلع ده، اللي هو اللي انا لسه هجيبه. اصل لسه في حلو بقى. حلو جامد. تعالي اعمل لنا حلو. حلو قبل الحلو. احنا بنطمن كل الناس على الرائع الجميل هاني شاكر. الحمد لله رجع البيت وهو بيعتذر للناس عن الحفله بتاعه الاوبرا، وان شاء الله هيعمل تعويض تاني. وطمنا طبعا عليه من شريكته القمر نهله، وهي بتقول ان هو ممنوع بس من اي ستريس، وان هو في فتره نقاهه، والاوبرا وعدت ان هي هتعيد حفلته بعد العيد طبعا مباشره، وخيرت الناس ياخدوا الفلوس ولا يستنوا، فالناس رفضت ومستنيين تحديد الميعاد. ان شاء طبعاً الله تبقى زي الفل. الف سلامه. الف حمد لله على السلامه. ربنا يشفيك ويعافيك شفاء لا يغادر سقما باذن الله. آمين. الف سلامه على نجمنا الكبير هاني شاكر. يعني ان احنا نشوفك على الانستجرام بس بتقول ان انت تعبان، خضيت الملايين والملايين. ربنا يقومك بالسلامه لاسرتك ولاحفادك ولينا يا رب باذن الله. نرجع تاني للحلم. نرجع وانا باكل بقى اللعب. طيب احنا لسه هكمل في نفس الفكره، ان هستعمل الحاجات اللي موجوده دلوقتي فريش. اوكي. فاكتر حاجه دلوقتي بتطلع والناس بتدور عليها هي المانجا. قوي. فهنعمل ترايفل بالمانجا، وقصدت النهارده ان انا اعمل كل الحاجات اللي فيه، مش انا اللي عاملاها، عشان اوري ازاي ممكن يبقى حاجه سريعه وبتتعمل على اخر لحظه. دي المقادير معانا على الشاشه اهي كمان ترايفل. طيب انا عملت كريم شانتيه. ده انجلش كيك. لا الاكله اسمها ترايفل مانجا.
ممكن يتعمل باي فاكهه في الدنيا. اول حاجه خالص عملت جالي مانجا، بس عملته قبل كده علشان يلحق يمسك في الكوبايات. وبعدين هنبتدي بقى نعمل لايرز، حاجات على بعض، حاجات على بعض، حاجات على بعض هنا في نفس الحاجتين دول. فاول حاجه انا عندي المانجا المتقطعه. وانا لازم اعمل جيلي مش لا مش بالضروره؟ هي في انا عملته النهارده الكلاسيك زي ما بيتعمل. ممكن نبدل اي فاكهه، ممكن نحط الترتيب اللير زي ما احنا عايزين، نشيل لير نحط لير اللي احنا عايزينه. في ناس اصلا مثلا بدل الكيك بتحط بسكوي، ممكن جدا يعني، هي مجرد فكره. انا عشان اخلي المانجا دي فريش اكتر هحط لها شويه بشر برتقان وعصير برتقان. اشمعنى؟ هقول لك اشمعنى. عشان عشان تطري الكيك ده. عاده بيطروه بمياه غازيه، بالبرتقان بالليمون ايا كان، فانا مش عايزه اعمل كده. فالمانجا بتليق مع البرتقان وبتليق مع الاناناس، انا اخترت النهارده البرتقان. وده ايه؟ ده عصير برتقان هتحطيها مع المانجا. بالظبط. وبعدين هتحطي منه وتحطي كيك. بالظبط. فده يخلي ده طري، يخلي كل حاجه جوسي. يعني لما نيجي بقى نسيرف تلاقي الحاجه بتطلع مع بعض مش متفروله كده. طيب هنكشف. ممكن ابتدي مثلا هنا اول حاجه بعد الجالي احط شويه كيك، وبعدين احط مانجا بقى بالجوز بتاعها. هل يفضل نوع معين من المانجا بيدي طعم احلى؟ دي بريفرنس بقى يعني، في ناس بتحب العويس، في ناس بتحب الالفونس. انا لسه ما اكلتش مانجا خالص. طلعت طلعت. بعدين هحط شويه كاسترد، وده ريدي ميد كاسترد اللي هو في السوبر ماركت الباودر العادي، ما عملتش واحد يعني من الصفر. انا منك يا حاضر. الريدي ميد ده بيبقى تقلبيه على النار بس. اه بالظبط، مع اللبن. بتحطي له لبن؟ بالظبط، عشان اسهل، مش كل الناس بتعرف تعمل التاني. لا هو من غير سكر، وانا ما حطيتلوش سكر عشان اعتمدت على الجيلي والفاكهه. خلاص في سكر عاده. مش الكاسترد بيبقى فيه سكر يا سمينه؟ لا لا لا، بنحط له السكر بره. افتكرت زمان كنت بنزوده. بعدين لبن وسكر. ممكن في الحاله دي ارجع احط كيك تاني وارجع تاني، بس دي صغيره. ف طيب بس مبهج قوي اللي عليه مانجا. ربنا هنعمل لك اللي انت عايزه. بشر اللوز ده بتاع حلو يا سمين. حلو قوي. هاتي يا بنتي. ما انا يعني عملته انسبايرد من الحاجات بقى اللي موجوده في السيزون دلوقتي. بس قلنا تاني اللي تحت ده جيلي. ده جيلي اعطيته مانجا المره دي عشان عامله كل حاجه مانجا. استني يا دودو. انا مستنيه. طبعا كنت احط فوق كريم شانتيه. ما تخافيش. لا انت عارفه القضاء وقت. حطي بقى كريم غرقي بقى. غرقي ايه بقى اللي انت عايزه تعمليه فيه؟ اوكي. لو عاملين فراوله يبقى جيلي فراوله. بالظبط كده. شفتيني وانا بساعدك؟ شفت، فظيعه. بس انا بقى مشكلتي هو كريم شانتيه ده بيتعمل يعني، يعني انا بجيب الكيس. انا ما عملتش كيس، انا جبت كريمه وضربتها. ازاي يعني؟ اللي هي الويبنج كريم. اوكي. السايله. وبس عايز يظبط طبعا، احنا بعد ما هنخلص هنظبطه. اه بالظبط، ولا يهمك. بس احنا بالاول بعمله. اتعلم. ساعديني. حاضر. ساعديني. ساعديني. ما انا مش لازم يبقى متساوي قوي كده، ممكن يفضل كده عادي. مانجة ايه تاني؟ ما احنا حاطينه مليانه. خلاص يا بنتي. تمام. ايه بقى نعمل ايه فيه؟ ولا حاجه. تاني؟ يعني ونحط له عسل. ما هو خلاص هو في سكر كتير قوي طبعا عملت بره عشان احنا حاطينه. طب احنا طلعنا البتاع اهو. بالظبط، خلينا في اللي احنا عاملينه اصلا. ده اللي طلعنا. ده اللي هياكله هيروح النار. لا مش هيروح النار ولا حاجه. طيب طبعا زي ما انتم شايفين احنا الفراخ بتاعتنا كنا سايبينها اهي اتعملت، ما اخدتش اكتر من نص ساعه مثلا، صح كده؟ اتفضلي. حلو قوي. خلاص ما هو ده الشكل النهائي. ولا هيروح لسه النار. لسه خليه يظبط ياسمين من هنا. ده الشكل اهو. ايوه. وعيب انا لازم ندوق برضو طبعا سهير ومنى. لا لا الدوق ده بيودي في داهيه اصلا. يودي في داهيه ليه يا بنات؟ ليه يا بنات؟ ليه؟ احنا دوقنا الفراخ بيعلي السكر في الدم فالواحد يجوع فياخد اي حاجه بقى قدامه. طب والله ما هتجوع. انا بجوع بس باكل صح وكل. حلو قوي. وانا بس اللي باكل. اكيد حلو ياسمين على فكره. اكيد حلو. لا لا انا عارفه انا متاكده. هم بس هم بيحاولوا. خسرانين. ما ينفعش مع الاكل يعني. طيب موهيتو عشان نروح بقى للموهيتو. موهيتو ده
اساسه اساسه من كوبا. اكيد انا بحب اللوز. من كوبا. والفيرجن الاصليه بتاعته فيها الكول، بس كل الفرانشايزز اللي جات لنا في الوطن العربي كله ليها علاقه بالناحيه دي من المطبخ بتعمله لنا بالعصير عادي وبتزود لنا عليه فاكهه الموسم. ده البديل يعني. ده البديل بالظبط. فانا النهارده هعمله بالبطيخ، وهعمله بالطريقه التقليديه بتاعته. هي غريبه شويه. هما بيحطوا الفاكهه اللي هنستعملها، وعاده بيحطوا سكر، بس انا النهارده هحط عسل. حلو. وبرده يعني دي اي طريقه مخيطه يتعمل كده. بالسكر، ولو في فاكهه بيحطوها. وبعدين بيحطوا عصير ليمون الاخضر اللي هو الميزز، ده هو ده الاصلي بتاعه، لانه المهيته عامه يعني ليمون ونعناع واوراق نعناع. حلو جدا الفكره. وبعدين بيجيبوا حاجه شبه دي. دي بالنسبه لي هي ايد الهون بتاعتي. ايه ده، فراكه كده عندي في كده وفي كده بالظبط. هو مجرد ان هم بيعملوها بالايد عشان هم عايزين الفاكهه ما تتهرسش 100%. عايزين نضربها في الخلاط تمام، احنا حرين، بس هي اساسا بتتعمل بالطريقه دي مع النعناع. بالظبط. طب لو انا بحب مخيطه ليمون وليمون ونعناع، هتعملي القصه دي في السكر او العسل بالنعناع بس، مجرد ان اوراق النعناع نفسها تتكسر عشان تطلع كل الاروما اللي فيها، الزيوت العطريه اللي فيها اللي بتدي بقى ريحه فواحه جدا. لو حطينا الورقه بحالها عمرها ما بتطلع الريحه زي لما بنقعد نكسرها كده، زي ما بيعملوا في الثوم كمان مثلا. بالظبط بالظبط. هو اصلا فكره انه البصل والثوم يتخبطوا فجاه، هو بيبتدي يفرز الانزيمات بتاعه. ايوه بالظبط كده. بتشيلك ثوم بالظبط. فاحنا بنقعد نعمل فيه كده لحد ما يوصل للقوام ده، اللي هو عمل شويه عصير بس في نفس الوقت لسه في تشانكس احنا عايزينها. ايوه عشان طب ثانيه واحده. المخيط بيحطوا عليه ميه غازيه. ايوه. هتحطي ميه غازيه؟ النهارده مش لازم، ممكن احط ميه عاديه ساقعه حلوه متلجه. بس مش هيبقى مخيطه كده. بس اللي عايز ممكن يحط ميه صودا، ممكن يحط مياه غازيه اللي هي صودا، ميه بالغاز. هو بيتشرب ولا بقى بيتاكل المعلقه؟ لا بيتشرب بيتشرب، بس اللي هي لما بيبقى كده بيتشرب من غير شاليمو على طول. من ما لا خالص. ممكن نعملها مانجا؟ لا بصي، ممكن مانجا، ممكن اناناس. مشهوره قوي الاناناس عشان بيليق قوي مع النعناع برضو. كيوي. يلا الاناناس من الحاجات الكويسه جدا المفيده. ايه روحي اجيب النعناع ده واعمله كده. الاناناس من الحاجات المفيده جدا. احنا كنا بنتكلم النهارده عن ان الستات ياسمين دراما كوين والمبالغه، امراه والمظلوميه طول الوقت، ان الستات لا تجد ملاذا ليها الا التعبير المبالغ فيه عن الحزن وعن الفرح وعن لفت الانتباه. الكلام ده حقيقي؟ يعني في بعض الاحيان ده اتهامات الرجاله يعني. لا ما هو في يعني زي ما الرجاله انواع، الستات انواع. في ستات بتجد متعتها في كده وانها تطلع ضحيه او ملهاش حيله غير كده بالظبط، وملهاش متنفس تاني. وفي ستات تانيه بتعرف تعبر عن نفسها وتاخد حقها كويس قوي بمليون طريقه. مش لازم نزعق ولا نتخانق ولا نعمل اي حاجه مش لطيفه يعني. وكده اقدمه 100 100 100 100 كده. خلصنا المخيطو بتاعنا. طبعا ياسمين بشكرك، ميرسي جدا 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 حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. ميرسي سهير ومنمن. نشوفكم بكره ان شاء الله، ونشوف كل مشاهدينا بكره ان شاء الله وحلقه جديده. والستات ما بيعرفوش يكذبوا.